تفضل استريح. تفضل. اهلا وسهلا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة، الحضور الكريم، باسم طلاب جامعة قناة السويس وشباب الجامعات المصرية نرحب بفخامة الرئيس في مدينة الإسماعيلية، فاليوم تتزين بتشريف سيادتكم مدينة البطولة والصمود ومصنع الفن والنجوم والسحر والجمال. وجدنا النهاردة من مختلف المحافظات داخل حرم جامعة قناة السويس في يوم تفوق جامعات مصر بيحمل معاني كتير، أولها إن جامعة قناة السويس هي أول جامعة تم تأسيسها في مدن القناة وسيناء عشان تضم طلاب وباحثين موهوبين، لأن اكتمال النصر دايما بيكون بتنمية الأرض وناسها. وتاني معنى وليه قيمة كبيرة عندنا النهاردة هو وجود حضرتك وسطنا وسط ولادك من شباب الجامعات. وكلمة تمكين الشباب مش مجرد وصف وكلام بنقوله، لكن دي حقيقة حضرتك حققتها لنا وبقى لينا مكان في الدولة. وجود حضرتك النهاردة بيطمنا إن أحلامنا في إيد أمينة، وإحنا كمان بنطمن سيادتك إن أحلامك لمصر كمان في إيد أمينة، وإحنا وراك وفي ظهرك. والحقيقة أن الاهتمام بالشباب جزء لا يتجزأ من استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري اعتمدت على رفع الوعي وترسيخ قيم المشاركة والتطوع، وليها أبعاد كتير بدأت بالشباب وهتكمل بيهم لأنهم أباء وأمهات المستقبل. وأي خطوة لاستراتيجية بناء الإنسان المصري النهاردة بتأثر في تكوين الهوية المصرية لأجيال كتير جاية، وهي دي حكاية وطن اللي هنرددها جيل ورا جيل. بناء الإنسان المصري بين الرؤية والإنجاز، جلسة نقاشية من تقديم الإعلامي أحمد عبد الصمد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة، الحضور الكريم، أهلا بكم في بداية الحكاية، حكاية وطن تاريخه انتصار ومعافرة، والحاضر له إنجاز وتحدي ومثابرة، ومستقبله أفضل وأقوى بإذن واحد أحد. حكاية وطن كتبها شعب، وكان لازم نبدأ ونحكي أول فصل فيها من هنا، من جامعة قناة السويس اللي وضع حجر الأساس فيها في أكتوبر سنة 1975، وكأنها رسالة. رسالة بتقول إن القادم أفضل، رسالة بتقول إن انتصار أهل مدن القناة من 50 سنة فاتت كانت مجرد بداية، بداية للمستقبل. وعشان نقدر نحكي الحكاية بكل تفاصيلها ونستعرض نجاح أبطالها، كان لازم نبدأ أول فصل في الحكاية ونشاور على البطل الحقيقي فيها، نشاور على المصريين اللي كانوا وما زالوا الهدف الأول للرؤية التنموية اللي بدأت في 2014، وفي 2018 كانت بداية إطلاق رؤية بناء الإنسان المصري. والحقيقة الرؤية دي ما كانتش مجرد شعار، لأنها رؤية بتعبر عن الهوية الوطنية اللي بتمثلنا احنا كمصريين، وهي السر الحقيقي في بقاء الدولة المصرية ومواجهة المصريين لأي تحدي وأي أزمة بتواجهنا. ومن بين التحديات دي بناء الإنسان، وهو ده عنوان جلستنا اللي هنتكلم فيه النهاردة عشان نحكي حكايته. لكن في الحقيقة هنحكي حكايته من خلال فصلين. الفصل الأول هيكون جلسة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. لكن الفصل الثاني في حكايتنا النهاردة هيكون بيضم قطاع الشباب والرياضة وقطاع الثقافة. أستأذن سيادتك يا فندم في بدء هذه الجلسة النقاشية بدعوة السادة الوزراء المتحدثين في جلسة بناء الإنسان بين الرؤية والإنجاز. السيد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. في الحقيقة بما أننا ضيوف على جامعة قناة السويس، فهنبدأ الحديث في قطاع التعليم بقطاع التعليم الجامعي. الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
في الحقيقة أيضا لا يخفى على أحد أن قطاع التعليم الجامعي تحديدا شهد طفرة كبيرة خلال التسع سنوات الماضية. شفنا طفرة في إنشاء الجامعات في كل ربوع الدولة المصرية وكل المدن الجديدة. قبل ما نتكلم بتفاصيل عن رؤية الدولة في بناء الإنسان في قطاع التعليم الجامعي، خلونا نشوف العرض التالي. في كتاب التاريخ مصر سابت علامات كتير، بنيلها، بحضارتها، بشعبها اللي واجه كل التحديات واللي كانت بتمر مهما كانت صعبة، وبتفضل مصر. لكن مين يا ترى بيفكر في كتاب المستقبل؟ زمان علمونا ان اللي بيبص تحت رجله بس بيقع، وعشان كده لازم نبص لقدام للمستقبل. وهي دي رؤية القيادة السياسية في مصر، واللي داخلة دايما في سباق مع الزمن، وكلنا داخلين في لعبة شد الحبل مع المستقبل ده. فيبقى الحل إننا نبدأ المستقبل من دلوقتي. وفي بلد فيها 104 مليون مواطن وزيادة سكانية بتلتهم التنمية، كان الأمل في مزيد من العمل، مش في مسار واحد بس، في كل المسارات اللي محتاجة تنمية حقيقية مننا، وعمل جاد مخلص لا يتوقف. المستقبل محتاج في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي جامعة واحدة على الأقل لكل مليون مواطن، واللي يبص تحت رجليه هيأجل التحدي ده أو يكتفي بمباني وخلاص. لكن مصر ما بقتش بتشتغل بالأسلوب ده، وعشان كده بدأنا نصنع المستقبل بجيل جديد من الجامعات الذكية. جامعات في كل مكان في مصر، ولكل المصريين والعالم أجمع. ولأن الجامعات مش مجرد مباني، فإحنا توسعنا في أنماط مختلفة من الجامعات، علشان يكون عندنا نظام تعليم عالي على أحدث مستوى ندخل به المستقبل من دلوقتي. نظام كل كلياته هي كليات قمة، لأن كلية القمة مش كلية بعينها زي ما احنا فاكرين. كلية القمة هي اللي بتخرج الأشطر والأمهر واللي الشغل مستنيه، مش اللي هيستنى الشغل، وفي التخصصات اللي محتاجها المستقبل. الكلام سهل والإرادة متوفرة، لكن إرادة بدون إدارة ما تنفعش. والإدارة الحكيمة للقيادة السياسية وجهت بأن أي جامعة جديدة تتبني ما تبقاش مجرد منشآت وخلاص، وإنما يكون فيها برامج جديدة بتراعي احتياجات مصر واحتياجات العالم. ومن هنا بدأنا، وخلال 8 سنين زاد عدد الجامعات الحكومية من 19 ل 27 جامعة. وما اكتفيناش بالجامعات الحكومية، طورناها وقدمنا للمصريين جميعا 20 جامعة أهلية بتقدم تعليم على أعلى مستوى ومطابق للمعايير العالمية، وبتستفيد من إمكانات وتاريخ الجامعات الحكومية العريقة، وبتقدم برامج حديثة محتاجها سوق العمل. ولأن مصر قلب العالم، فكان لازم القلب ده يتضخله دم جديد، يعيد توزيعه مرة تانية على العالم. وهو ده اللي حصل وبيحصل في منظومة الجامعات الأهلية المصرية، اللي منها 4 جامعات أهلية دولية يدرس فيها المصريين والوافدين من كل طلاب العالم، وبتعتبر الجيل الأحدث من الجامعات الذكية. ذكية في أدواتها وإمكاناتها، وذكية في توأمتها وشراكتها مع الجامعات العالمية. الجامعات دي منارات للبيئة اللي حواليها، وكل جامعة ليها إمكانيات بتخدم مصر والعالم كله. كان ممكن نقول كفاية كده، لكن العلم ما فيهوش كفاية، ومصر محتاجة خريج مؤهل قادر على الإبداع والابتكار. وعشان كده مصر عملت صندوق دعم المبتكرين والنوابغ لخدمة كل أولادنا. وكل البرامج الجديدة بتعتمد على الدراسات البينية اللي بتدمج بين تخصصين، فتلاقي اللي بيدرس هندسة وطب مع بعض، أو طب وتحليل بيانات، وتلاقي اللي بيدرس تخصصات جديدة تماماً على حتى أسمعنا، تطوير ألعاب إلكترونية والحماية السيبرانية وتصميم أزياء، هندسة طبية وذكاء اصطناعي، وغيرها وغيرها من التخصصات واللي العالم مهتم بيها وبيدور عليها.
ولأن العالم محتاج خريج من نوع مختلف، خريج بيتعامل مع التكنولوجيا وبيجيد التقنيات المختلفة. وعشان كده كان لابد من وجود الجامعات التكنولوجية الجديدة، 10 جامعات على أعلى مستوى، 60% من دراسة الطالب فيها عبارة عن تدريب في المصانع اللي في التخصصات اللي بيدرسها، عشان ما يبقاش في فرق بين اللي بيدرسوا واللي هيشتغلوا. 10 جامعات تكنولوجية بتحتضن خريجي التعليم الفني المطور اللي بيضرب به المثل، وكمان خريجي الثانوية العامة. وحلمنا يوصلوا ل27 جامعة، عشان تبقى كل محافظة في مصر فيها جامعة تكنولوجية تنمي وتعمر وتعزز الصناعة فيها، وبتخصصات سوق العمل المصري محتاجها بجد. مصانعنا محتاجة خريج فاهم ودارس، مشروعاتنا التنموية محتاجة اللي يشتغل فيها يبقى شغال بعلم ووعي عشان يحافظ عليها ويكبرها. ويقيسوا على كده تخصصات تانية موجودة عندنا، تكنولوجيا صناعة السيارات، وتكنولوجيا الغزل والنسيج، وتكنولوجيا القطارات، وغيرها وغيرها من المجالات اللي خريجها جاهز يكمل خدمة بلده والعالم كله في انتظاره علشان يشتغل في مجاله. اهتمامنا بالتطوير والاستثمار في التعليم العالي في الجمهورية الجديدة ما وقفش لحد هنا وبس. جامعات أجنبية عالمية كبيرة وكتيرة كانت حريصة على إنشاء فروع لجامعتها على أرض مصر، وتحديداً في العاصمة الإدارية الجديدة اللي النهاردة خرجنا منها أول دفعة. ده بخلاف الجامعات الخاصة اللي عددها بقى أكتر من 25 جامعة خاصة بتخدم المصريين والعرب من كل مكان. المستقبل يبدأ الآن، وإذا كانت إرادة نفس حروف إدارة، فالعلم نفس حروف العمل. العمل هو كل ما أمن، العمل هو كل ما أطلب منكم جميعا. بالعمل تحيا الأمم وتتبوأ مكانتها. معالي الوزير أيمن عاشور، في الحقيقة يمكن منظومة تعليمية جديدة متطورة مواكبة للمتغيرات ومتطلبات سوق العمل كان أكبر تحدي اشتغلتم عليه في التعليم الجامعي تحديدا، لتغيير ما يسمى بكليات القمة وتطبيق رؤية بناء الإنسان اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قلب جامعة القاهرة في 2018. إزاي قدرتوا تحققوا التكامل وتغيير المفاهيم؟ طيب تسمح لي أن أنا أستخدم الباوربوينت وأنا بعرض. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، السادة الحضور، اسمحوا لي الحقيقة حكاية وطن وحكاية التعليم العالي داخل الوطن وبناء الإنسان المصري. الفيديو اللي شفناه دلوقتي هو بيشرح بملخص سريع ماذا يحدث في منظومة التعليم العالي خلال الفترة اللي فاتت، ازاي ان احنا بننتقل الى عصر جديد في التعليم بخريج متميز قادر على مواجهة احتياجات سوق العمل المصري والمحلي والدولي، بكليات زي ما حضرتك بتقول، كليات مش كليات قمة، بالمفهوم التقليدي القمة انك انت فعلا تقدر تحقق من خلال مهاراتك وامكانياتك احتياجات الدولة وتبقى تشتغل في السوق المحلي والاقليمي والدولي. اسمح لي ابتدي اعرض السلايد اللي ببتدي بيه. ده هو إيجاز لبعض إنجازات منظومة التعليم العالي في حلم وطن. قدامنا يا فندم على اليمين العدد الجامعات اللي كانت موجودة في 2014. كان هناك 50 جامعة متوزعة على 7 أقاليم، 27 محافظة، كان في 24 جامعة حكومية و23 جامعة خاصة و3 جامعات أهلية. لما نقارنها 2023 بحجم الإنجاز، مش مجرد العدد فخامة الرئيس والسادة الحضور، بنتكلم على مسارات جديدة في التعليم، أماكن جغرافية ما كانتش موجودة قبل كده اللي هو منظومة الإتاحة، بنتكلم على 96 جامعة. يعني حتى منذ أن بداية التعليم العالي في مصر حتى 2014 كان في 50 جامعة، احنا بنتكلم نفس هذا العدد تضاعف خلال الفترة الماضية، يصل تقريبا الى ما يقارب 100 جامعة. في مسارات جديدة
اللي موجود كمان مش مجرد العدد. يعني نشوف يا فندم حتى جغرافيا احنا وصلنا الى سيناء، اقليم شمال غرب، اقليم اسيوط، الصعيد، يعني بقت المنظومة بتاعت التعليم ابتدت الحقيقة انها تنتشر في كافة ربوع مصر، ودي الاتاحة اللي احنا عايزينها لكل اولاد مصر في منظومة بناء الانسان المصري. لما نشوف مسارات التعليم، كان في 118 برنامج في 24 جامعة حكومية، 118 برنامج 392 كلية. بعد كده كان في الجامعات الخاصة 23 جامعة خاصة 132 كلية، الجامعات الأهلية 3 جامعات بـ9 كليات غير المعاهد. فرق كبير فخامة الرئيس في 2023، مش بالعدد إنما بمسارات جديدة في التعليم العالي والمنظومة لضمان ان الطالب الخريج يلاقي وظيفة اول ما يتخرج وفقا لاحتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي. مسار الجامعات التكنولوجية، مسار الجامعات الاهلية، حتى افرع الجامعات الاجنبية، بنتكلم يا فندم على 28 جامعة حكومية، 30 جامعة خاصة، 4 جامعات اهلية، 4 جامعات أهلية دولية، 12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية. ودي الحقيقة منظومة جديدة بتدعم منظومة التعليم العالي. 10 جامعات تكنولوجية، وده مسار جديد اللي هو اللينكينج أو الربط ما بين التكنولوجي وما بين الاندستري والصناعة وما بين التعليم العالي. عشان كده ده مسار جديد الحقيقة كان موجود في هذا في هذه المنظومة. أفرع الجامعات الأجنبية 7 أفرع ب 176 معهد عالي حكومي. دي على طول كده صورة للجامعات الحكومية اللي موجودة. طبعا مقدم الجامعات عين شمس واسكندرية والقاهرة، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية الأربعة اللي هو كان أول جيل من الجامعات الأهلية، جامعة مصر المعلوماتية، الجامعات الأهلية الدولية، جامعة العالمين الدولية المنصورة الجديدة الأهلية، وجامعة الجلالة والملك سلمان، ثم الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية اللي هم 12 جامعة دلوقتي بيعملوا. الحقيقة السنة اللي فاتت والسنة دي بتكمل منظومة نجاح الجامعات الأهلية، ودي نماذج لبعض الجامعات. طبعا غير مسار الجامعات التكنولوجية وإقبال الطلاب عليها، ده مثال برضو الجامعات التكنولوجية. احنا عندنا رؤية فندم جامعات تكنولوجية عليها اقبال كبير، احتياج الدولة للجامعات التكنولوجية المناطق الصناعية جميع المحافظات، عندنا رؤية ان كل محافظة هيبقى فيها جامعة تكنولوجية، واضح حجم الاقبال اللي موجود في هذه الجامعات. افرع الجامعات الاجنبية، احنا عندنا 7 افرع دلوقتي في العاصمة الادارية الجديدة، ونماذج لمثل هذه الجامعات الأفرع جامعات الأجنبية. ده غير الأفرع، هناك تعاون واتفاقيات تعاون كبيرة مع كبرى جامعات الأجنبية، جامعة العالمين والمنصورة الجديدة وجامعة الجلالة، كلها فندم برامج دولية موجودة في كل جامعاتنا دلوقتي الخاصة والأهلية، بتؤكد شراكة مع الجامعات الأجنبية المتميزة وصولا لمستوى تعليم متميز لأولادنا الطلاب. ده بالأمس كان في عندنا وفد من الجامعات الإنجليزية، 10 جامعات زائد 5 شركات كانوا موجودين يا فندم، وقعوا بروتوكولات لأفرع جديدة كمان. فاللي عايز أقوله إن التعاون مع الجامعات المتميزة في العالم، إحنا دلوقتي بنضمن مستوى متميز لأولادنا الطلاب. اللي بنعمله ده كله ليه؟ أو بناء على إيه؟ يعني حضرتك الرؤية بتاعت 2014 لما ابتدينا وتكلمنا على 23 والرؤية المستقبلية، احنا دايما بنخطط للمستقبل. قدامنا هنا الهرم السكاني للسكان والشريحة السكانية بتاعت التعليم العالي من 18 ل 22. كان في 2014 عدد السكان كان 90 مليون نسمة، كان في 8 مليون شاب في سن من 18 ل 22. معدل الالتحاق كان 29.6%، كان عدد الطلاب والطالبات في التعليم 2,300,000. 23 دلوقتي بنتكلم على 106 مليون نسمة، اللي في الشريحة
اللي هي من 18 ل 22 9 مليون شاب. معدل الالتحاق يقترب من 37 اللي هو الانرولمنت ريت. بعدد طلاب موجودين 3 مليون و 338 الف طالب وطالبه. طب احنا بنخطط لايه؟ والجامعات اللي بتتبني دلوقتي بتنوعها بإتاحتها عشان الرؤية المستقبلية اللي هي سنة 2032 لما عدد السكان هيوصل 124 مليون نسمة هيبقى الطلاب اللي في الشريحة دي 11 مليون شاب وشابة. وبنطمح مع الجمهورية الجديدة ان الانرولمنت ريت او معدل الالتحاق يوصل ل 42 او 43%. معنى كده اننا بنخطط لخمسة وستة من عشرة مليون طالب وطالبة. قدامنا هنا الشريحة السكانية وتوزيع احتياجات التعليم العالي على كل الأقاليم في مصر. لما نشوف السبع أقاليم، القاهرة الكبرى واسكندرية وقناة السويس والدلتا وشمال الصعيد وسط الصعيد وجنوب الصعيد، الشريحة السكانية في سن 18 ل 22 الوضع الراهن ده عددها، والمستقبلي 11 مليون. طيب عدد المقيدين بالجامعة ايه؟ ده متوزع زي ما ذكرت نوصل ل 5 مليون سنة 2032. كل اقليم عدد سكانه ايه؟ واحتياجاته من الجامعات ايه؟ زي ما احنا شايفين قدامنا، وده قدامنا الوضع المستقبلي والراهن. يعني الرؤية المستقبلية في حكاية وطن هو ده يا فندم الاساس اللي احنا بنشتغل عليه، ان احنا بنطمح لكل الاقاليم دي في المنظومة المستقبلية. ان لو اقليم القاهرة الكبرى على سبيل المثال قدامنا واقليم الدلتا هما اكبر اقليمين فعلا محتاجين ان احنا نساعد في الجامعات بالتخصصات المختلفة. طبعا اقليم زي الدلتا بالكثافة السكانية اللي موجودة مع الزيادة اللي احنا شايفينها، دور المدن الجديدة دور واعد علشان يقدر يمتص ونقدر نبني فيها الجامعات. وده اللي حصل في مدينة المنصورة الجديدة على سبيل المثال، ان احنا ابتدينا احتياجات الدلتا انها تتبني في مدينة جديدة وهكذا. فالجامعات ودورها اصلا وايضا في تنمية المجتمعات ضروري جدا. طيب الجامعات اللي بتتعمل والبرامج اللي بتتعمل ازاي بنربطها مع خطط الدولة المستقبلية ورؤية الدولة 2030؟ قدامنا هنا يا فندم دراسة لجميع الأنشطة الاقتصادية اللي في الدولة حتى رؤية 2030، في الزراعة، في الصناعة، في العمران، في اللوجيستكس، في الطرق، وحطينا عليها الجامعات، والجامعات حاليا ومستقبليا. فإذا فهي خريطة عشان نطلع منها الأنشطة الاقتصادية وفرص العمالة المستقبلية اللي محتاجينها، التوزيع الديموغرافي اللي موجود، والبرامج الأكاديمية المطلوبة. بمعنى إن دلوقتي البرنامج الأكاديمي في الجامعة بيزد على احتياجات كل منطقة، بيزد على احتياج خريجه لما يتخرج هيقدر يخدم إزاي هذه المنطقة وهذا الإقليم. ابتدينا نفكر في إن يبقى في تحالفات من الجامعات في كل إقليم، الجامعات الحكومية، الأهلية، الخاصة، التكنولوجية، والمعاهد، إنهم يشتغلوا مع بعض في منظومة في كل إقليم، وبقى قدامهم مشروعات مستقبلية وخريج يقدر إن هو يتكامل مع احتياجات الدولة في خطة التنمية. إزاي وسط العملية التعليمية دي نضمن إن في مهارات توصل للطالب وفقا لاحتياجات مستقبليه في التعليم؟ بنتكلم على المهارات اللي بنتكلم عليها، سواء مهارات مكتسبه هنكسبها للطلاب او اعاده بناء حتى كفاءات ومهارات. بنتكلم على تخصصات المستقبليه وازاي نكسب اولادنا مهارات يقدر ان هو يواجه الوظائف المستقبل. الجامعات اللي بتتعمل دلوقتي يا فندم برامجها بتعتمد على البرامج البينية. علشان نكسب الطالب المهارات دي كان لابد اننا نشوف نوع البرامج اللي هيشتغل عليها علشان يقدر يتواءم مع احتياجات الدولة المستقبلية. العالم بيتكلم دلوقتي على برامج في العلوم الإنسانية والطبيعية والتكنولوجية. حدي أمثلة
علشان ناس كتير بتسأل ايه هي البرامج البينية دي. بنلاقي مثلا اشهر الجامعات في العالم بتتكلم على بعض البرامج تجمع ما بين هندسة وعلوم واداب. بنتكلم طب وعلوم وطب اسنان، هندسة وحاسبات وعلوم، هندسة واداب وعلوم، تجارة واداب وحاسبات. يعني الموضوع بقى مش كليات نظرية منفصلة او كليات عملية منفصلة، انما ازاي تبقى البرامج دي موجودة واقدر ان انا امهد لاولادنا واقدر اكسبهم مهارات يقدر بعد ما يتخرج قادر على العمل في وظائف المستقبل. الموضوع بس كمان يا فندم او الاحتياجات الاقليم، انما بقى في مناهج على تميز عالمي وفي كمان مناهج لتنمية الموارد الاقليمية. دي المجالات التخصصات المتداخلة وازاي ان هو الكليات والاقسام اللي موجودة في جامعاتنا بتغذي التكامل بين البرامج المختلفة. عشان نعمل ده كان لازم نعد عضو هيئة تدريس قادر على انه يطور المنظومة. عشان كده ابتدينا عدة دورات تدريبية علشان نعرف ازاي نصمم البرامج البينية الجديدة اللي هي بتجمع ما بين نظري وعملي، تخصص علمي وتخصص اخر نظري وهكذا. فابتدينا ندي دورات تدريبية بمساعدة اكبر خبراء من اكبر الجامعات علشان تقدر انها تمهد لعضو هيئة التدريس قادر على احداث هذا التطور في البرامج اللي احنا شغالين عليها دلوقتي في جامعاتنا الاهلية. مش كده وبس، عملنا كمان شبكة بينية للبرامج بين كل اعضاء هيئة التدريس اللي هم فعلا ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات. كلمة العابرة للتخصصات كلمة ما كناش بنستخدمها قبل كده، يعني العادي نعمل برامج بينية حتى، انما ازاي تبقى عابرة للتخصص وتطلع تتكامل مع الاندستري، مع الصناعة، مع الزراعة، وبقى فيه تفاعل وتكامل بين التخصصات من خلال اللي هي بنسميها ترانس ديسيبلينري في العلوم البينية. طبعا برامج جديدة كلها الاختبارات الالكترونية والاي تي. عايز اقول ان قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حصل فيه طفرة خلال الفترة من 2014 حتى الان في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. عندنا يا فندم كمان كل الاختبارات الالكترونية انهينا المرحلة الاولى وبصدد انهاء المرحلة الثانية. زي ما احنا شايفين حجم الاجهزة اللي موجودة، حجم الاختبارات، حجم الاسئلة، عدد الطلاب المستفيدين، انجاز كبير الحقيقة تم في الاي تي والجامعات الذكية. ده بيوري لحضراتكم حجم اللي موجود في الاي تي سيستمز اللي في جامعاتنا. طيب بناء على كل ده بقى البورتفوليو او نقدر نقول البرنامج الدراسي بيحتوي لايه علشان اكسب الطالب المهارات المطلوبة. قدامنا اللي باللون الازرق ده البرنامج الاكاديمي، وفي تحتها الابتكار وريادة الاعمال والمسار المهني اللي هو مراكز التوظيف. بقى فيه جوه منظومة التعليم دلوقتي في جامعاتنا شق اكاديمي، شق ابتكاري وابداعي، وشق للتوظيف واكساب الطلبة المهارات اللي هي محتاجها في سوق العمل، دي اللي بنسميها soft skills و technical skills. بقى فيه الطالب من اول ما بيخش الكلية دلوقتي بياخد مسار مهني جنب شهادة اكاديمية. ده معناه ايه يا فندم؟ ان بقى علشان نقول سوق العمل واحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، بقى فيه برامج بتجينا من سوق العمل وبيقدر ان هو يخش معانا من خلال تدريب الطلبة اثناء العملية التعليمية، وبياخد في الاخر شهادة يعني من الجهات اللي اتدرب فيها وشهادة اكاديمية. مسارين متوازيين اثناء العملية التعليمية. قدامنا هنا الحقيقة اللي بنعمله من خلال مبادرة بي ريدي، ودي ازاي بنجهز الطلبة لان هم يشتغلوا
ويتدربوا أثناء التعليم بما يتوائم مع احتياجات سوق العمل. قدامنا هنا آخر مؤتمر توظيفي تم للطلاب، احنا عندنا أكتر من 8000 طالب كان موجود في الإيفنت ده. الحقيقة كان غير موضوع البورتال أو البوابة الإلكترونية اللي موجودة اللي هي بتربط ما بين الجامعة والطالب والشركات والوظائف المتاحة. طبعا كوادر الجامعات اللي هي بنعدها لده، الموضوع مش موضوع بس اكساب مهارات في مجال السوفت سكيلز او المهارات العلمية والاكاديمية والمهنية، انما كمان الرياضة والثقافة والابداع. ودي الحقيقة انشطة قدامنا بتوري ان احنا ازاي بنقل الانسان جوه جامعاتنا. قدامنا كمان يا فندم فعاليات متعددة لدعم الابتكار وريادة الاعمال. زي ما احنا قلنا ان دلوقتي البرنامج بيحتوي على المقرر الاكاديمي والتدريب للوظائف المستقبل ثم الابتكار والابداع، وقدامنا الحقيقه العديد من الامثله على ده والمسابقات اللي بننظمها لاولادنا الطلاب من خلال الحقيقه صندوق دعم ورعايه المبتكرين والمبدعين. دي اخر يعني الحقيقه كان ايفنت حصل ان كان في طلاب بيكسبوا جوائز دوليه في مجال الابتكار والابداع وحتى صناعه العربيات الكهربائيه. كان الحقيقه بعض الجامعات ابتدت تشارك في هذه المنظومه. بنعمل دلوقتي في كل اقليم مركز للانوفيشن واوديه علوم والتكنولوجيا متخصصه. تسمح لي حضرتك احنا في هذا الاطار احنا بنطلق مبادره. المبادره دي هي اول مبادره في التعليم العالي لربط الابتكار والابداع جوه الجامعات من خلال الاكتشاف هؤلاء الطلاب. وفي برومو يمكن سريع هنعرضه موجود دلوقتي لتشجيع كل طلابنا ان هم يبادروا بابتكاراتهم وربطها مع الصناعه. هل ده بالتعاون مع المتحده؟ احنا جنز، احنا جنزي، جيل زد، الجيل اللي جه بعد الألفين. انتوا شايفين الدنيا كده واحنا شايفينها حاجه تانية. هات واحد شايل سوبر بره. ده هزاركم وده هزارنا. الشغل بالنسبه لكم كده هو بالنسبه لنا كده، الصحاب كده انا بنشاف وبالنسبه لنا كده اخواتي. الحفله كانت كده. ايه ده، استنوا كده، دي لسه كده برضو. انتوا صح بس احنا مش غلط. ودلوقتي جه الدور علينا علشان نوريكم افكارنا ممكن تعمل ايه. جينزي اضخم برنامج من طلاب جامعات مصر في البحث العلمي والابتكار ورياده الاعمال بتمويل ودعم يصل ل 50 مليون جنيه. تقدر تقدم دلوقتي من خلال الموقع الالكتروني التالي. في الفتره من 22 سبتمبر وحتى 1 اكتوبر. للاطلاع على كافه التفاصيل وشروط التقدم في البرنامج برجاء زياره الموقع التالي. جينزي تحدي الجامعات. دكتور أيمن، وفي الحقيقة يمكن مبادرة دعم الابتكار هي من أهم الجوانب اللي لابد من تنميتها داخل الجامعات المصرية، لأن دايما زي ما بيأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن احنا في الوقت الحالي لا نمتلك سوى الفكرة، فلابد من دعم الابتكار ودعم ملف ريادة الأعمال أيضا. بنشكر حضرتك كده. شكرا. في الحقيقة دايما بيكون في اديني فرصة من فضلك لو سمحت. تفضل دكتور أيمن، اتفضل استريح. أنا بس كان يهمني يا دكتور أيمن وإحنا بنتكلم على التطور المهم اللي اتعمل خلال الثمان سنين اللي فاتوا من 2014 للنهارده، نقول حجم الاستثمار في التعليم اللي أنتوا عملتوه، سواء كان إحنا اللي عملناه كدولة حكومة يعني، أو اللي عمله القطاع الخاص أو حتى الجامعات الخاصة الدولية، قيمته كام؟ قيمته. وأنا لما بقصد أقول الرقم ده عشان إحنا بنقول إن في ظل كتير من التحديات اللي قابلت الدولة المصرية خلال الفترة ديت، احنا كنا بنجابه ارهاب وتطرف وعملية صعبة جدا جدا لتحقيق الاستقرار، لكن بالرغم من ده وده امر مهم ان احنا بنقوله واحنا بنعمله واحنا بنعمل المجابهة ديت،
لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الدولة المصرية كان نصيب التعليم، أو مش نصيب التعليم، نصيب قطاعات الدولة المختلفة في التنمية والإنفاق الاستثماري والإنفاق من أجل الوصول للرقم اللي انت قلت عليه. احنا كنا بنتكلم تقريبا ضعفت أو تم مضاعفة الرقم، سواء احنا اللي عملناه كحكومة أو اللي عملوا القطاع الخاص. ما احنا في النهاية حاجة واحدة كان مهم أو ان انا اقول للناس في مصر، واحنا وانت بتعلن ده تقول ان حجم الإنفاق ده اللي تم خلال الثمان سنوات في بناء البنية الأساسية التعليمية ديت كلفتنا كام، ثم واحنا رايحين ل 2032 انت هتبقى محتاج كام في هذا الموضوع ارض، عشان انا عارف ان انتوا بتنسقوا الكلام دوت مع الحكومه وفي خطه، انا عارف ده، بس احنا دلوقتي بنتكلم وبنعلن للناس، واحنا يعني ارتقينا دائما ان احنا نخلي دايما الراي العام والناس معانا دكتور مصطفى منتبهه للي احنا بنعمله، ما بنشتغلش بمعزل عنهم عشان يبقى هم مدركين حجم وقيمة الجهد اللي بيتعمل وقيمة التكلفة بتاعته. في أنا ده قطاع التعليم، لكن في قطاع تاني هنتكلم فيه بعد كده وقطاعات أخرى في الدولة. فمهم قوي إن الناس تعرف إن رغم كل التحديات اللي قابلتنا خلال الفترة ديت، وكان كتير من الناس تفكر إن، وأنا قلت الكلام ده قبل كده كتير، إن كان ممكن أول نقول إيه، طب خلونا الأول ننهي الأزمة اللي احنا موجودين فيها ديت ونتغلب عليه ونحقق استقرار حقيقي امنيا، ثم بعد كده نبدا خطه بناء كامله في كل القطاعات اللي احنا بنستهدفها. وده كان مسار ومحدش كان ممكن ابدا يعني ينتقده بشكل، لكن كان هيضيع الفرصه على مصر، كان هيضيع علينا فرصه مده زمنيه معتبره نقدر نبني فيها قطاعات الدولة المختلفة عشان تبقى جاهزة للانطلاق للمستقبل. أنا لما سألت السؤال ده كان الهدف منه فقط نعرف الرقم عندكم والرقم متنسى مع الحكومة وكده، لكن أنا كنت قصدت دايما وإحنا بنتكلم هنا، وبدام إن إحنا بنتكلم في أمام المصريين، إحنا قالينا على نفسنا برضو إن إحنا دايما نخلي في شراكة حقيقية بيننا وبين المواطن. من خلال إيه؟ من خلال إعلان وإظهار الحقائق المختلفة، لأن هو شريك معنا ولازم يعرف إيه اللي بيتعمل وبيتعمل إزاي وتكلفته قد إيه، واللي هيتعمل إزاي وتكلفته قد إيه. دي نقطة أنا بس حبيت إن أنا عايز، انا في بعد اذن حضرتك سلايدز موجوده، لو في سلايد واحد استاذن حضرتك لان احنا طب خلاص تكلفه ومال انا عايز يعني موجوده، ده مهم ان احنا لو هي بس بعد اذن حضرتك ندي او احنا موجود. اتفضل بعد اذن حضرتك السلايد بتاع التكلفه. في عندنا سلايد الهيئه كان مهم جدا ان هو يتعرض، بس هو عشان الوقت هنا يا فندم. أنا كنت بعد الفيديو هنعرض التكلفة كل اللي حصل. إحنا عندنا تقريبا 180 مليار جنيه اتصرفت على التعليم العالي خلال الفترة الماضية، متوزعة إزاي. في عندنا الجامعات الأهلية والجامعات الحكومية، الجامعات الحكومية في تقريبا 50 مليار جنيه أنفق عليها ب 766 مشروع. ده معناه يا فندم اننا مش بس بنبني جامعات جديدة اهلية او تكنولوجية، انما كمان احنا مهتمين بتطوير منظومة التعليم الحكومي. الجامعات الاهلية انفق عليها 108 مليار جنيه، المشروعات الجامعات التكنولوجية 4.4 مليار جنيه، الكليات والمعاهد التكنولوجية 233 مليون جنيه، المستشفيات الجامعية انفق عليها اكتر من 4 مليار، المراكز والمعاهد البحثية 5.5 مليار، البنية التحتية المعلوماتية اللي احنا عرضنا ايه هو الانجازات اللي تم فيها بنتكلم على تقريبا 7 مليار. الموضوع مش بس جوه مصر، في مشروعات قومية بنعملها لاولادنا المبعوثين بره. لما نقول ان بيت مصر بباريس تكلف 0.5 مليار جنيه، دي كلها دعم لاولادنا الطلاب والباحثين داخل مصر وخارجها. فالاجمالي 180 مليار. انا بس عايز اقول
لينا كلنا واحنا بنتكلم في ده. احنا بنتكلم على 180 مليار جنيه للبناء، ولكن لا ده مش داخل فيها ابدا تكلفه التشغيل اللي احنا بنتكلم عليه، سواء احنا اللي بندفعه كحكومه او الجامعات الخاصه بتتعامل بيه مع فكره التعليم. انا برضو كنت بقول ده ليه، عشان ان احنا برضو في 2032 اللي احنا متفقين يا دكتور مصطفى ان احنا ننجز هذا العدد، وقد نكون اكثر طموحا في التعامل معه. اتفضل دكتور ايمن لو سمحت. بس انا عايز اقول نقطه مهمه هنا، انا عايز اقول لكم ان الارقام ديت بارقام كان قيمه الجنيه فيها غير دلوقتي. احنا كنا بنتكلم في 2014 و15 لغايه 16 كان الجنيه ب 8 و9 مش كده؟ او اقل كمان. والنهارده احنا وبعديها بشويه بقى ب 16. انا عايز اقول لكم لو تخيلوا ان احنا بناخد القرار في بناء هذا الحجم ده دلوقتي، يا ترى الرقم هيبقى كام؟ هل هو 170 180 200 ولا 250 ولا 300؟ ثم انا فقدت الفرصه زي ما قلت كده، فرصه امتلاك القدره في بناء منظومه تعليم مناسبه. هنا هتوقف. انت قلت ان احنا عايزين نعمل 17 جامعة تكنولوجية. انا ما اعرفش انتوا عاملين حسابكم على كام، اتصور 500 مليون ولا يا دكتور؟ هي التكلفه اللي كانت للجامعات القديمه 600 مليون جنيه. طب فعلا، فاحنا نقول هنوصل لمليار دلوقتي. لا خلينا نقول 600 مليون. 500 مليون. انا يا دكتور مصطفى من صندوق تحيا مصر مستعد ندخل في البرنامج ده، نبني الجامعات ديت اللي هي التكنولوجيه ال 17 نص القيمه والحكومه تدفع نص القيمه. موافق يا دكتور؟ طيب النقطة الثانية، أنت قلت إن في مبادرة جميلة بتاعت المبتكرين والمبدعين، وقلت إن أنتوا رازين لها 50 مليون. إحنا برضو ممكن نساهم معاكم من برضو من صندوق تحيا مصر ب 50 مليون إضافية، يبقى 100 مليون. كده يبقى معايا. بنشكر سيادتك سيادة الرئيس، ودايما كما عهدناك دائما ما تدعم العقول المصرية النابغة وقطاع التعليم. في الحقيقة ما ينفعش اللي احنا نتكلم عن قطاع التعليم الجامعي ولا نتحدث عن قطاع التعليم الأساسي، لأنه موجود جوه كل بيت في مصر، سواء كان طلاب، ومن هنا بنتكلم عن 25 مليون طالب تقريبا، أو معلمين، بنتكلم عن مليون معلم، أو حتى إداريين نصف مليون إداري. عشان نعرف إيه اللي حصل في 9 سنوات في قطاع التعليم الأساسي هنتابع هذا العرض. مهاراتك وإمكانياتك. منظومة التعليم الأساسي هي أحد ركائز الأمن القومي لأي دولة، لأنها بتقوم بتأسيس النشء مش بس في العلوم الأساسية، ولكن في المهارات والأخلاق والرياضة وكل ما له شأن في التأثير على شخصية جيل قادر على استكمال مسيرة الدولة. وكان أحد أهم التحديات أمام الدولة المصرية منذ عام 2014 هو تطوير المنظومة التعليمية ومواجهة التحديات الخاصة بذلك القطاع على مدار سنين طويلة عانى فيها هذا القطاع. بنية تحتية متهالكة للمدارس وكثافات عالية في الفصول وتطوير المناهج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للطلاب وغيرهم كتير. بدأت رحلة التطوير بشكل تدريجي يناسب التحديات الموجودة. بدأنا التطوير بالمناهج للمرحلة الأساسية بدءا من عام 2018 والمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي والمرحلة الإعدادية بإجمالي عدد 49 منهج دراسي. وبالتوازي مع ده تم تطوير نظم الاختبارات لتصبح إلكترونية بدءا من عام 2019 بإجمالي 8,150,000 طالب. كما تم دعم المدارس المتميزة لمتوسط الدخل بعدد 2,257 مدرسة ما بين لغات ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل المصرية الدولية ومدارس تم إنشائها بالمشاركة مع القطاع الخاص ومدارس مصر اليابانية ومدارس رسمية دولية.
كما تم تطوير البنية التحتية للمنظومة التعليمية منذ عام 2014 وحتى عام 2023، حيث تم تنفيذ 7788 مشروع بإجمالي 120,077 فصل بتكلفة تقدر ب40 مليار جنيه، لتحتوي على 2374 مشروع مدارس جديدة وتنفيذ توسعات 3036 مشروع وإحلال لعدد 2132 مدرسة. وكانت المحافظات الحدودية دائما على خريطة التطوير، حيث تم تنفيذ 420 فصل في محافظة شمال سيناء على سبيل المثال. أما على جانب التعليم الفني فقد زاد عدد الطلاب ل 2.3 مليون طالب في 2023 بدلا من 1.5 مليون طالب في 2014، بعدد 3114 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية في 2023 بدلا من 1687 في عام 2014. كما تم إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد لضمان الارتقاء بمستوى التعليم المقدم للطلاب، واعتماد منهجية الجدارات المهنية بنسبة تنفيذ 80% حتى هذا العام. وكانت هيئة التدريس على أولويات خطة التطوير، حيث تم تأهيل وتدريب 70,000 معلم، وتم التوسع في عقد الشراكات مع رجال الأعمال والهيئات الدولية. على جانب آخر تم تدريب 1,193,119 معلم وإداري، يشمل ذلك 843,490 معلم على رأس العمل حتى الآن. وتم التوسع في إنشاء مراكز الموهوبين لتصبح 165 مركز في 2023 بدلا من 18 مركز في 2016، ومراكز لذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح 15 مركز متخصص على مستوى الجمهورية. ولأن التغذية وبناء الطفل صحيا هي أهم أولوية للمنظومة، فقد تم التوسع في دعم التغذية المدرسية لتشمل 13.3 مليون طالب. كما تم تطوير البنية التحتية التكنولوجية للمدارس من حيث الشاشات الذكية 36,210 وشبكات الإنترنت فائق السرعة 2,476 ومعامل الحاسب الآلي 9,246 والتابلت 3,400,000. كما تم التوسع في التعاون مع المؤسسات الدولية والمشاركة في المسابقات الدولية ليحصد الطلاب أكثر من 15 جائزة عالمية بمشاركة أكثر من 100,000 طالب. ولم يكن محو الأمية غائبا عن خطة التطوير، حيث تم محو أمية أكثر من 5.3 مليون مواطن خلال 10 سنين. ما في شك ان في نقطه تلاقي وتكامل ما بين التعليم الجامعي والتعليم الاساسي، وان كان التحدي الاكبر في بناء الانسان بيقع على التعليم الاساسي يكونوا اللبنه الاولى في بناء الانسان وتشكيل الوعي. دكتور رضا حجازي، يمكن حسب المعلومات والارقام المتاحه لدي ولحضرتك تصحيحها، ان اكبر تحدي امام حضراتكم في وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني قطاع التعليم الاساسي عموما هو آفة الزيادة السكانية. صحيح. نتكلم في 700,000 طالب سنويا بيزيدوا في المدارس. 750,000 طالب سنويا بيزيدوا في المدارس. في تطوير، في تغيير. صحيح. في رفع كفاءة، في تغيير مناهج، لكن ازاي بتقدروا ان انتوا تتعاملوا مع هذا التحدي حتى لا ينعكس على جودة التعليم؟ جميل، شكرا جزيلا. اتفضل. فخامة الرئيس، شكرا جزيلا على ان احنا انا موجود معاك مع فخامتك اليوم. انا الحقيقه بنطلق من كلمه فخامتك ان الاصلاح التعليم عمليه ليست سهله وليست بسيطه، والتحديات قويه جدا، وكنت بتطلب مننا او من الدوله المصريه كلها التضحيه وبذل الجهد، لان فعلا الامر كان في درجه من الصعوبه. فلسفه الاصلاح التعليمي، وانا بقول الاصلاح مش التطوير، لان الظروف كانت صعبه جدا
يعني كان أبنية تعليمية لا تلبي الخدمات، متهلكة من الناحية التركيبية والوظيفية، مناهج جامدة، في حين أن الثورة العالم كله الآن في ثورات معرفية، ثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، في وظائف هتختفي، وظائف هتطلع، فما عادش موضوع أن احنا يبقى عندنا مناهج تبقى نحفظ الولاد معلومات، لا الموضوع هيبقى مختلف تماما. ده احنا عايزين ولادنا يبقوا هم اللي بينتجوا المعلومات، وبالتالي كمان عندهم قدرة على الابتكار وبناء شخصيتهم، وتبقى المدرسة هي المكان الحقيقي للتعليم والتعلم الحقيقة. فما كانش قدامنا ان فخامتك برنامج اصلاح التعليم اللي اطلقته ان احنا على طول نشتغل في المنظومة كاملة شاملة، لان ما ينفعش هنطور جزء ونسيب جزء. فالحقيقة واحد من الحاجات ان احنا على طول، دي كانت فلسفة الاصلاح، الإصلاح الشامل لجميع العناصر المنظومة، من مناهج تلبي طلبات واحتياجات وتوافق العصر ونمو الشخصية ومخرجات التعلم، وعندنا أبنية تعليمية تكون فيها فراغات، ومعلمين قادرين على هذا التطوير، لأن دور المعلم اختلف فخامة الرئيس، ونفس الكلام في التطور التكنولوجي والتحول التكنولوجي. فبعد إذن فخامتك أنا بس عايز أقول، رغم كل الظروف اللي البلد فيها من 2014 ل 2023 اللي هو احنا دلوقتي، احنا ارتفع الانفاق ما يزيد عن تريليون جنيه في التسع سنوات، من 214 ل 223 تريليون جنيه ما يزيد عليهم تم صرفه على التعليم. ارتفع من 89 مليار جنيه في سنة 13-14 إلى 118 مليار جنيه، وده بيقول إن في زيادة قدرها 46% في الموازنة عن الموازنة اللي قبلها، وده يعكس اهتمام الدولة. عايز أقول لفخامتك بقى إن ميزانية 23-24 160 مليار جنيه، اللي هي العام اللي احنا بادئين فيه ده إن شاء الله. فده مؤشر بيقول إن الدولة مهتمة بالتعليم. المحاور المنظومة أنا دايما، معلش يا دكتور أنا هتدخل، اتفضل يا فندم. أنا عايز أقول إيه، يمكن الأرقام اللي بيقولها الدكتور وزير التعليم، يعني بيقول إن في إنفاق، وبيقول إن في تطوير في الإنفاق كمان. أيوة. لكن أنا بما إن إحنا دايما بنتعامل مع بعضنا بشفافية وبصراحة، هو حجم الإنفاق ده يكافئ العدد اللي بيتم تعليمه 25 مليون؟ لا. طب انا بقوله ليه؟ لا بقوله ليه؟ صحيح. واحنا مسؤولين كلنا مع بعض، عشان كده مش انا لوحدي اللي مسؤول، ولا رئيس الحكومه ولا وزير التعليم، احنا كلنا مع بعض مسؤولين عن ده. الرقم ده قد يكون حتى مضاعفاته مش كفايه. صحيح. تصوروا؟ حتى مضاعفاته، لان هو لما قال في الاول وسألوا الأستاذ أحمد وقال له يعني أنت بتقول إن التحدي اللي عندك الزيادة السكانية، فقال له 750 ألف كل سنة بيدخلوا التعليم. طيب ما هو التحدي ده هل الدولة قبل لمجابهته ولا لا؟ صحيح. أنا بكلمكم بصراحة، مش صحيح. كده؟ صحيح. ولازم نقول الكلام ده للناس وتسمعوا مننا بمنتهى الوضوح. صحيح. النهاردة مش الفكرة أبدا ان انا بعمل مدرسة او فصل، لكن كمان انا هقدر اعمل تشغيل مناسب يطلع منتج تعليمي جيد لابنائنا وبناتنا. صح. في المرحلة المهمة دي، يمكن في الجامعة، وكلام الدكتور ايمن كان كلام مهم ويطمن، بس ده خلاص هو قطع شوط كبير قوي في مرحلة التعليم الاساسي وجاله بعد كده في الجامعة، لكن النهاية احنا بنبني بناء حقيقي للشخصية، وبنصغها. صح. بالشكل اللي هي تبقى شخصية صالحة وناجحة وداعمة لوطنها في الفترة بتاعت التعليم الأساسي، إن شئت إن إحنا نأكدها. فأنا بس عايز أقول لنا وإحنا بنتكلم في ده، وإحنا مش عايزين وإحنا بنتكلم نقول كلام يعني إيجابي فقط أو كلام مشجع فقط، لا، إحنا عايزين نطرح المشكلة أو نطرح القضية اللي بنتكلم فيها. أنا بكلمكم بمنتهى الصراحة، ونقول يا جماعة إحنا بحجم النمو السكاني بتاعنا ده إحنا بنقابل تحدي، الكلمة اللي هقولها قد تكون مش مريحة، إحنا ملناش قبل بيه إن أنا أزيد بالرقم ده وبقى محتاج، مش بس في قطاع التعليم، لا، في قطاع الصحة، في قطاع التوظيف،
في كل القطاعات الأخرى الناس تقول طب احنا دخلنا وتخرجنا من الجامعة مش لاقيين شغل، دخلنا والشغل اللي موجود اللي متاح لنا احنا مش جاهزين له، زي ما قال الدكتور ايمن في ان احنا نعمل نقدم تعليم يكافئ او يبقى طبقا لمتطلبات سوق العمل. فانا بس كنت عايز اقول ايه، اقول لك ايه، لو سمحت تقول الرقم المطلوب حقيقة للتعليم بالنسبة لعدد الطلبة. طب ده كلام انت بتقوله للناس ليه؟ يا بلدنا ولا بلدي؟ بلدنا كلنا. فانت لازم تعرفه. تعرفوا مين؟ يا أهل مصر. صحيح. يعرفوا الحكاية بتاعتنا، عشان الكلام اللي أنا بقوله ده بيبقى ليه تأثير في النهاية على مجتمعنا وعلى شكل الدولة المصرية وتقدمها. العدد اللي بنتكلم عليه ده ثم قطاع زي التعليم، زي قطاع زي الصحة، زي قطاعات أخرى لا تستطيع أن تلبي هذا النمو، تقوم الناس تشعر بال يعني عدم الرضا. الدكتور مصطفى بيقول لي فانا يعني مش عاي يعني ممكن تقول لي احنا زودنا الرقم ب 200 مليار، انا بقول لكم ال 25 مليون دول مش عايزين اقل من اقول تريليون جنيه. انا بقول صحيح. كلام بكلم لا صحيح. ها معدل ما ينفق على الطالب في كل مش كده ولا اه صحيح. طب هل احنا النهارده بننفق ده؟ لا. طب احنا قادرين نلبي العدد المدارس دي؟ طب لا. هو بيقول لي حتى انا مش اصل التعليم الاساسي انا بشايف ان هو ده مهم جدا. لا مش مهم جدا، ده الاساس الحقيقي اللي هتنطلق منه الدولة المصرية لحلمها وامالها صحيح على المدى يمكن البعيد صحيح. وبالتالي انا لازم يعني حتى لو انت بتقول لي 160 دلوقتي يا دكتور لا مش هينفع. معلش يا دكتور مصطفى بقى ما يعني انا عارف انا بتكلم على ان انتوا في الموازنة بتاعتكم القادمة حطيتوا الرقم ده بصراحة مش كفاية. لا ولا يا دكتور؟ طب نعمل ايه؟ افكار وهنزود الرقم وهنزود الرقم يا دكتور مصطفى ومبادرات كده يعني طيب. وطبعا المبادرات تفضل. شكرا فخامة الرئيس. انا بس 750 الف طفل زيادة معدل مواليد عن المعدل الطبيعي اللي 2 مليون ونص، يعني انا اللي بيدخل لي في اولى ابتدائي 2 مليون ونص زائد 750 الف. 750 الف دول يعملوا على طول 20 الف فصل ويعملوا معهم 20 الف معلم محتاجينهم كزيادات. احنا عندنا المنظومة كاملة بقى، الابنية التعليمية، المناهج، المعلم، ثم التعليم الفني، لان ده واحد من العناصر المهمة جدا لانه بيأثر في الاقتصاد. الابنية التعليمية وان احنا ازاي توسعنا فيها، احنا ادي شكل الابنية في 2014. المدرسة لم تكن جاذبة على الإطلاق ولا فيها فراغات تسمح بالتعلم اللي احنا بنتمناه لأولادنا في ظل الجمهورية الجديدة وفي ظل ان احنا عايزينهم يمتلكوا المهارات ويتأسسوا من ناحية التعليمية. بدأنا نغير شكل المباني الحقيقة، وده واحد لازم، وده موجود والناس تشهده لما تمر في مصر وفي مدن مصر، هتجد المدارس ومدارس حياة كريمة، وشكل المدرسة بقى فيها امتداد رأسي، بقى فيها فراغات، بقى فيها بنية تكنولوجية موجودة. العدد مش كامل، مش كامل، عايزين اكتر، عايزين اكتر، دي ده كلام لا محالة فيه، لكن ده انجاز في ظل اللي احنا بنقوم به في هذا الاطار. عدد فصول الحالية هي 552 ألف فصل. احنا في الفترة من 14 ل 23 فخامة الرئيس بنينا 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه. ده الحقيقة واحد من الأشكال اللي أنا وصلناها، إنترنت سريع، فايبر موجود، 2476 وخاصة المدارس الثانوية، في عندنا 9246 معمل مطور، المدارس فيها معامل لكن ده معمل مطور، في عندنا شاشات ذكية 36210. وبالمناسبة فخامة الرئيس ده اللي مكننا أيام كورونا إن احنا نكمل التعليم بتاعنا، ولا التعليم مصر من الدول القليلة اللي استكملت التعليم أثناء جائحة كورونا،
بفضل البنية التكنولوجية. التوسع الحقيقة في المدارس المتميزة، هناك رغبة من الناس عايزة أولادها يتعلموا بشكل أفضل. فالحقيقة عندنا مدارس النيل المصرية، ودي واحدة من اللي بتمنح شهادة مصرية دولية. عندنا مدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات، دي وحضرتك زرت المنيا مرة فيها وشفت أولادنا على فكرة بيحصدوا جوائز على مستوى العالم. عندنا 21 مدرسة من هذه المدارس. الطالب بيكلف الطالب الواحد الدولة المصرية بتصرف عليه 60,000 جنيه في السنة، لأنه بيبقى فيه إقامة كاملة في هذا الصدد. إحنا بنحلم وعايزين إن شاء الله في الخطة الاستراتيجية إن يبقى في كل، هم في 18 محافظة، عندي 21 مدرسة في 18 محافظة، عايزين كل محافظة يبقى فيها مدرسة من مدارس استم. وتوسعنا فيها اللي عملناه هذا العام بقى مدرسة العباقرة، وهي عبارة عن مدرسة المتميزين في أولى ثانوي استم من كل العشرين مدرسة، 21 مدرسة مع الحاصلين على جوائز عالمية في العلوم والرياضيات. عملنا لهم مدرسة سمناها مدرسة العباقرة، وهيبقى فيها توأمة مع المدارس مناظرة في الدول الأجنبية، وجامعة وأيضا مدرسة جامعة مصرية متميزة ترعاهم ولهم مجموعة من المنح. وإن شاء الله هتبدأ هذا العام مدرسة العباقرة كريمة الكريمة زي ما بيقولوا الحقيقة يعني. المدارس الرسمية الدولية، في كتير من الناس عايزة تودي ولادها تعليم دولي لكن مش قادرة، فعملنا ما يسمى بالمدارس الرسمية الدولية أو ما يسمى اللي هي الاي بي اس، ودي الحياة تكلفتها في متناول الناس، ودي عليها إقبال كبير جدا في هذا الصدد. المدارس المصرية اليابانية واحدة من المدارس من النوعية التعليم اللي تركز على الشخصية وبناء الشخصية والاعتزاز بالذات وتحمل المسؤولية، وده احنا في أمس الحاجة إليه الحقيقة فيما يعرف باسم التوكاتسو. فالحياة ده المدارس المصرية اليابانية، مدارس مع المشاركة مع القطاع الخاص، ثم المدارس الرسمية لغات أو كان ما يطلق عليها المدارس التجريبي زمان، وعليها الحياة إقبال جامد جدا. لكن احنا إن شاء الله هيتضم إلى هذا الموضوع مدارس المتكاملة للغات، ودي مدارس ذكية ومدارس فيها بتراعي الموهوبين اللي بنقول عليها EILS، ودي واحدة هنقول عليها كده فخامة الرئيس مدارس يعني سيمي انترناشونال، هي مدارس محل ناشونال لغات لكنها وفق المعايير الدولية، وإن شاء الله يبقى عندنا هذا النموذج في يبدأ هذا العام بإذن الله. المناهج ده حكاية كبيرة مع فخامة الرئيس. أنا إن أنت مناهجنا ما كانش ينفع تتصلح، لكن كان لازم في تغيير جذري في المناهج، لأن خلاص المناهج القديمة كانت كلها مبنية على الحفظ والتلقين وجامدة. فكان الحقيقة واحد من الحاجات إن احنا عملنا مجموعة من المناهج كلها وفق خبرات مصرية وخبرات دولية، وكلها مبنية على بناء الشخصية والتفاعل الطلاب في هذا الإطار. الحقيقة ده كان، وحتى كان عندنا كمان كتب متعددة التخصصات والقيم واحترام الآخر، واحد من الكتب اللي اتضمت لهذا الموضوع. فكان عندنا وادي الموضوعات بتاعتها، عندنا 49 منهج تم تطويرهم وشغالين، وقطار التطوير وصل للصف السادس الابتدائي واتنقل للصف المرحلة الإعدادية، واحنا انتهينا في المرحلة الإعدادية حاليا لحد اللحظة اللي أنا فيها من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والوثائق النوعية للمواد الدراسية المختلفة، وبناء عليه هنبدأ نطرح لمناقصات للتأليف وفق استكمال التطوير اللي احنا بنكمل فيه. الحقيقة هنا فخامة الرئيس، أنا لو أنا استنيت عشان أخلص تطوير أولى إعدادي وتانية إعدادي وتالتة إعدادي يبقى حوصل المرحلة الثانوية بعد 3 سنين، هذا أمر صعب جدا. يعني أنا الدولة المصرية شايفة الإسراع في تطوير المرحلة الثانوية. إحنا كلفت المركز البحوث عندي ومركز امتحانات يدرسوا المرحلة الثانوية من حيث مناهجها وآليات القبول في الجامعات، فلقينا ان في مشكله كبيره في هذا الموضوع الحقيقه. فعلى طول بدانا طلعوا بثلاث توصيات. الحقيقه النماذج التعليميه كلها في العالم بتقول الاسراع في التعليم، بمعنى انا مش لازم اخلي طالب يدرس في سنه واحده واجبره يدرس في سنه، في طالب عايز يدرس في سنتين ويقدر يتحمل في سنتين، وفي طالب يقدر يخلص في سنه. فالاسراع التعليمي واحد من المبادئ اللي في النماذج التعليميه حتى المتاحه في دول العالم معانا في مصر وفي موجوده حتى في المدارس الدوليه اللي موجوده عندنا. حريه الحاجه الثانيه تعدد المحاولات، لا نحكم ابدا على طالب من اختبار واحد في لحظه واحده في وقت واحد، فده هو اللي عامل موضوع
شهر عندنا في الثانوية العامة. الحاجة الثانية هي حرية الاختيار، لازم الطالب يبقى قدامه مسارات مختلفة ويختار من بينها، وإن شاء الله يعني ده الحقيقة نتاج الدراسات اللي عملها المركز القومي للامتحانات عندي، وإحنا عايزين آليات القبول في الجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي. فخامة الرئيس كان في مؤتمر قومي كبير جدا لهذا الموضوع، في خبرات دولية وخبرات محلية، وكل الشركاء يعرفوا اللي بيحصل في هذا الصدد. معرفش، أنا أتمنى أن فخامتك ترعى هذا المؤتمر. شوف، أنا دايما معاكم في كل مبادرة أو طرح أنتم تطرحوه يساهم في نجاح أي جهد للدولة يعني. لكن أنا هقولك على حاجة قلتها قبل كده، أنا طبعا موافق عشان بس ما ننساش يعني، لكن أنا عايز أقولك على حاجة أنا قلتها قبل كده، قلت إيه؟ إن أنتم وأنتم شغالين انتبهوا قوي لثقافة التعلم في مصر. صحيح. ثقافة التعلم يعني إيه؟ يعني المجتمع المصري بيتعامل مع التعليم إزاي؟ أيوه. وعنده استعداد يقبل يجرب. أيوه. لغاية فين؟ أيوه. ويتحمل يا دكتور مصطفى لغاية فين؟ عشان النهاردة ما تجيش تعمل طرح، هذا الطرح واحنا شفنا الكلام ده خلال السنوات اللي فاتت، وشفنا ان الناس بتبقى خايفه ان التغيير يكون على حساب ولادها، وده امر احنا نقبله ونحترمه لانه طبيعي. انا ابني او بنتي في المدرسه وانت بتقول في طرح جديد، انا مش مطمن، خايف ان الطرح ده يأذي ولادنا او يأذي ابني في التجربة. فهنا اتصور ان احنا محتاجين دايما في كل حاجة من حوار. ايوه، حوار مجتمعي. تعالوا نتكلم مع بعضنا، وتعالوا نبقى احنا. أيوة. أيوة. مستعدين، يبقى عندنا يعني محامل. أخذوا مش اخدوا عطا، يبقى عندي فرصة ان انا حتى لو يعني اطمنك باجراء اخر. صحيح. تبادلي انتقالي. يعني ايه تبادلي انتقالي؟ يعني بما انك انت بعمل معاك المرحله دي دلوقتي وانت خايف وانا معاك، خايف معاك. أيوة. كمان. أيوة. طب انا حامل مرحله انتقاليه للمده لغايه لما تترسخ التجربه او المسار اللي انتوا طرحينه باجراء انتقالي اخر او باجراء اضافي يعالج اي. صحيح. يعني اثار جانبيه للفكره. تمام. تمام. اثار جانبيه للفكره. لكن انا المشروع المؤتمر اللي انتوا عايزين تعملوه انا معاكم فيه ونحضره، بس كنت عايزك تقول لي لو انت المدارس اللي هي اللي فيها فكره زي يعني اللغات الدوليه الاي بي اس، قول لي مثلا ايه. طب ساعدني بان انا هو دكتور مصطفى هيبقى زعلان قوي دلوقتي وخايف ان انا ورطته في الفلوس. لا، قول لي مثلا ايه نعمل 100 مدرسه، المدرسه 20 فصل؟ لا، احنا عندنا خطه للتوسع في هذه المدارس الحقيقه، يعني مدارس. طبعا ده الرؤيه المستقبليه عندنا ان احنا هنوصل ل 200 مدرسه اي بي اس في خلال الخطه الخمسيه اللي موجوده. انا ما عنديش وقت للخطه الخمسيه. صحيح. ماشي. قول لي النهارده المدرسه 20 فصل ولا اكتر من كده؟ المدرسه 30، في 30 40 فصل. 30 40 كبيرة. فصل او فرصه بقى يا دكتور يعني. اما فرصه. طب على كل حال انا دايما اقول ده، يعني لما انت طرحت عليا وطرح عليا ان القطاع الخاص عايز يعمل، قلت لهم يا جماعه طب انت عبال ما تاخد اخصص لك ارض وانت تبني وتاخد وتشوف. صحيح. تريبل بيل الفكره دي. طب ما تيجوا تعالوا احنا كحكومه نعمل المدارس دي، وده جزء المشاركه بتاعتنا مع القطاع الخاص، وهو ياخد ويدير ويبقى تكلفه تخطيط العمليه التعليميه هو بخلال ادارته تحت اشرافنا في للفكره اللي احنا محتاجينها يعملها. على كل حال انا ما اعرفش المدرسه تتكلف كام. هو الفصل حاليا دلوقتي وصل ل 800,000 جنيه انشاء يعني نقول 500 600 يعني. مش كده؟ لا 500 600,000. لا. طب على كل حال يعني انت بتتكلم في 3,000 فصل. مش كده؟ ماشي. يعني حوالي 15 مليار. يا دكتور. لا مش هعبر بيه، ما احنا عايزين اصل التعليم ده لازم ياخد قوه دفع هائله. والله انا من غير ما تقول لي والله. يعني انت عندك شك؟
لا طبعا ده صحيح. لا أبداً. يعني مش محتاج تحفيز. لا ده انا نفسي. طيب احنا نقول ان شاء الله اذا كانت الاراضي موجودة يا دكتور وجاهزين ان احنا وانتوا اخترتوها طبقا يعني التوزيع الجغرافي والتوزيع السكاني والكلام اللي بيتحط في الدراسة بتاعتكم، نتكلم ان احنا نبدأ في البيت مدرسة دول. احنا في شهر 10 شهر 10 نقول ان شاء الله يعني بأمر الله سبحانه وتعالى نقدر خلال سنة الميت مدرسة دول يخشوا. شكرا في خمط يعني شكرا احنا جزيلا. احنا بنبدأ وكده. طب انا عشان الدكتور مصطفى ما ضغطش عليه زيادة عن اللزوم برضو هنحط رقم معتبر من تحيا مصر دكتور مصطفى كصندوق يمول جزء من الميت مدرسة دول اللي هم إذا كنت أنا فاهم إن هم أيوة. هيبقى جزء منهم مدارس الاي بي اس ومدارس شوف أنتوا عايزين إيه بس إحنا المتكاملة للغات في 3000 فصل عشان الدكتور ما إيه كده يعني مع برنامجك العادي اللي أنت أيوة. شغال فيه. تمام اتفضل. شكرا في خامة الرئيس بجد. يعني المناهج التعليم الفني طبعا واحد من الحاجات اللي مهمة جدا. الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر كانت ضعيفة جدا، وكان يعني الطالب الضعيف هو اللي يدخل التعليم الفني. لا، احنا بدأنا نشتغل بنظام الجدارات، وحقيقة الكلام بالتفصيل شوية عن التعليم الفني في هذا الإطار. الحقيقة واحد من المنصات الرقمية وبنك المعرفة لما كان منصة عليها مواد التعليمية الرقمية الحقيقة كتيرة جدا. الحمد لله احنا بقى عندنا قنوات تعليمية وعندنا منصات تعلم معنا، ودي كلها بقت عليها كل المواد التعليمية الرقمية على المنصات. فيها عندنا كتب إلكترونية وتفاعلية، في عندنا برمجيات، في عندنا تدريبات واختبارات. بس انا عايز اقف لحظة صغيرة يا فخامة الرئيس. احنا يعني الطلبة بيشتكوا وبيسيبوا كتب المدرسة ويروحوا يجيبوا كتب من برة، ففي حين ان احنا اصحاب الشغلانة يعني. فالحقيقة المركز المناهج عندي بدأنا نعمل كتب تعليمية وتدريبية فيها كل الشرح بالتفصيل مع التدريبات، يقدر الطالب يدخل على التدريب يحله تطلع له نتيجة ويطلع له تقرير عن أدائه، وطرحناها وحطناها على موقع الوزارة علشان نغني أولادنا عن ان هم يرجعوا لمصادر اخرى خارجية. الحقيقة فده الحقيقة واحد من الحاجات اللي عملناها. في ايضا زي ما في بنك اسئلة في الثانوية العامة للمرحلة الثانوية، عملنا بنك اسئلة من المرحلة من رابعة ابتدائي لتالتة ثانوي، ولكنها بنوك اسئلة مفتوحة التقويم من اجل تعلم افضل، بحيث ان يبقى بنوك عندي. وطبعا بعد كادر يعمل هذا الكلام، والطالب يقدر يدخل على وحدة الاسئلة لليه ويطلع له تقرير بادائه. فالحقيقة ده واحد من الحاجات اللي شغالة بادئين فيها هذا العام. البريد الالكتروني الاكثر من 16 مليون، كل طالب عندي له بريد الكتروني اقدر ابعت له رساله على بريده، او هو لو معه التابلت يبقى على التابلت بتاعه. فده الحقيقه واحد من الحاجات المهمه جدا اللي ساعدتنا زي ما قلت لفخامتك ان احنا كملنا العام الدراسي من غير ما نرجع لجائحه. والتحول الرقمي يعني انا الوقت في موضوع كتب فخامه الرئيس، انا لازم الكتب حجمها لازم يقل شويه، في ان انا بقدر احط روابط الكترونيه في الكتب في بحيث ان حجم الكتاب يبقى قليل، والطالب يقدر يدخل على الرابط يكمل له مواد اسرائيل. فالحدا كانت المنهجية اللي اتبعناها هذا العام في موضوع الكتب الدراسية اللي عملناها. تطوير نظام التقييم ده حكاية كبيرة جدا، بدأ ببنوك أسئلة وما كانت الامتحانات. الحقيقة ده كان حاجة مهمة جدا. أنا لما أجي أسحب امتحان السنة العامة وأجيب لجنة تعمله، أنا ببقى حاط إيدي على قلبي كمسؤول سنة عامة، أنا مش ضامن الناس عملت الامتحان وفق المواصفة ولا لأ. لكن بقى عندي بنوك أسئلة موجودة بنسحب منها الامتحان وفق المواصفة ونعمل امتحانات عندنا في هذا الإطار. أولى ثانوي وتانية ثانوي تم امتحانهم إلكتروني بشكل كامل، لـ8 مليون طالب موجودين عندي امتحنوا إلكتروني في على مستوى الجمهورية. صححنا إلكتروني للثانوية العامة الام سي كيو، حتى المقال القصير تم تصحيحه، ارسلناه على التابلت المعلم وتم تصحيحه. فالحقيقه واحد من الحاجات المهمه اهي الطلبه هم بيمتحنوا ما هم على التابلت بتاعنا، ادى التصحيح الالكتروني. المدرسين كانوا بيقعدوا يصححوا الكتروني، فيها نوع من الاريحيه، وما هو يعرفش خالص الورقه دي بتاعت مين، استحاله يعرف هي ورقه مين. ده انا ممكن ابعت ورقه من القاهره ابعتها اسوان على البريد على التابلت للمعلم. الجزء الثاني
الثاني والاهم ان احنا عملنا البرلز عندنا مستوى الفهم القرائي مسابقه احنا قفزنا فيها 48 نقطه في الفهم القرائي لطلاب الصف الرابع، ودي مسابقه دوليه الحقيقه، واحده من الحاجات اللي بتفيد بتساعدنا في التصنيف العالمي، وهندخل في اختبار البيزا سنه 25، وده ثلاثي اكتر الفهم القرائي والرياضي والعلوم وحل المشكلات، ده جزء. وعملنا اختبار وطني NST للفهم القرائي والحسابي اللي بطلاب الصف الرابع، والحقيقه نتيجته هتطلع قريب جدا باذن الله في هذا الاطار. فالحقيقه لا، نظام التقييمات ده واحد من الحاجات اللي حصل فيها ان انا ببعد عن العنصر البشري تماما، وعلى ذلك هتلاقيش تظلمات. الاول كانت التظلمات دي حاجه كبيره جدا في الثانويه العامه، لكن الوقت الامر بقى الكتروني، ما فيش فيه مشكله خالص، والتصحيح الالكتروني. طبعا لازم نشتغل بقى بشكل اعمق على بقيه المواد وعلى بقيه السنوات، فبقى عندنا ان احنا بنتحول لتقييم الاداء اللي هو المهام الادائيه، ومشروعات بحثيه اولادنا بيعملوها في كل الصفوف على التحديات، المشروعات القوميه اللي بتقوم بها الدوله المصريه، بقى في اختبار لهذا الاطار في كل الصفوف الحقيقه. والتقييم الوطني للصف الرابع اللي انا قلت لفخامتك عليه ده نتيجته المركز القومي للامتحانات بيقوم بيه علشان ننهي لكده. الأنشطة واحدة من الحاجات، إذا كنت عايز تنمي تخلي المدرسة جاذبة وتخلي المدرسة ترعى الموهوبين والموهبة، لابد نبقى عندنا موضوع الأنشطة. والحقيقة احنا عاملين الحقيقة مع الوزير اليوم الرياضي واليوم الثقافي كل أسبوع، وبالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الثقافة، ده واحد من الحاجات اللي موجودة، وكمان ولادنا بيدخلوا في المسابقات اللي معاهم في هذا الإطار. فالحقيقة ده واحد من الحاجات المهمة. معلش، المشروع الوطني للقراءة ده واحد من أولادنا دخلوا فيه وخدوا جوائز دولية فيه. مشاركة طلاب المدارس في المسابقات الدولية، ده لدرجة ان في كويكب السماء باسم بنت طالبة عندنا في المنوفية اسمها ياسمين، فالحقيقة مشرفينا في الاحتفالات الدولية. المعلم هو اللي هينقلك ده، هو اللي هيعمل ده. ممكن تبقى المناهج ممتازة لكن هو برضو ما بينقلش ده بشكل جيد الحقيقة. وانا الحقيقة هنا لازم يعني اشكر فخامتك. احنا بقى عندنا 150 الف معلم على مدار 5 سنين، 30 الف كل سنة، لكن الاهم ان انا بقى عندي آلية لانتقاء هؤلاء المعلمين. انا هختار 30 الف، اختارهم الاكفأ والاجود لظل النظام الجديد. واحد دوره هيبقى مش ملقن، ده هيبقى دوره مرشد وموجه لمصدر المعلومات، ولازم يبقى متفتح الذهن في هذا الموضوع الحقيقه. فاحنا عملنا لهم اختبارات مميكنه في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليس فيها عنصر بشري تماما، واجتازوا. وبعد كده الوزارة دربتهم، ثم اختارت جهة تقيس مدى اجتيازهم هذا التدريب. فالحقيقة واحدة من الحاجات المهمة جدا في آلية انتقاء المعلمين للدولة المصرية، بقى في آلية لهذا الكلام. أنا عندي 30 ألف قبل كده عملناهم 2015، والمسابقة كانت مركزي على مستوى الجمهورية، كلهم بعد سنة طلبوا تقليل الاغتراب، لكن المسابقة دي فخامة الرئيس على مستوى كل مديرية وفق كل احتياج في هذا الإطار الحقيقة. مبادرة الألف مدير، المدرسة مدير. إذا أنت عايز تطور مدرسة تبقى مديرها ويبقى مدير منفتح، فاهم يعني إيه قيادة، يعني إيه يثير الهمم لهم ويجمعهم، وعارف الرؤية الاستراتيجية وعارف هو رايح فين. فالحقيقة دول خدوا منحة 6 شهور في الأكاديمية العسكرية وكلية وزارة التعليم العالي جامعة حلوان، هياخدوا دبلومة في القيادة والأمن القومي. الحقيقة واحدة من الحاجات اللي هتصنع فارق في عملية المديرين. أنا التدريبات اللي فاتت دي تدريبات كتيرة قوي، أنا بس عايز أقول خلال الفترة اللي فاتت دربنا 1,193,000 معلم في هذا الإطار. أدى تعيين المعلمين الجدد زي ما قلت لفخامتك، أدى 30,000 اللي 15، ثم 150، ثم 30. هل ده هيسد العجز؟ لا، مش هيسد العجز، عشان بس يعني برضو حضرتك لا. ولذلك احنا لجأنا إلى العقد بالحصة، وضخيت 400 مليون جنيه من موازنة الوزارة علشان نشتغل بالحصة. الخدمة العامة نفس الكلام، والزيادة السكانية هي كمان، ما هي 750 ألف طفل هيتضافوا عليا. لكن الحقيقة ده آليات بنعملها مع بعض علشان جودة المعلم تبقى موجودة عندنا. الحقيقة كل ده أثر على مناهج جديدة
بشكل جديد خالص فروم سكراتش، يعني مش مناهج مطورة كده خدتها وعدلتها، وبنية تحتية وبنية رقمية خلى تصنيفنا في اليو اس نيوز ارتفع لفوق من 42 سنة 20 ل 37، وفي مؤشر المعرفة العالمي ارتفع من 83 ل 79. فده يعني التعليم الفني ده حكايه كبيره جدا يا فخامه الرئيس، ده اللي هيصنع الاقتصاد وهو ده اللي هيقدر. فكانت الصوره الذهنيه للتعليم الفني في مصر ان الطالب الضعيف هو اللي يروح التعليم الفني، لكن الحقيقه بفضل جهود اصحاب العمل والقطاع الخاص عملنا ما يسمى بالمدارس التكنولوجيا التطبيقيه، اللي يعني 62 مدرسه ومبادره ابدا. الحقيقه الطلبة بيقدموا عليها فخامة الرئيس بمجموع أكبر من الثانوية العامة، يعني ما يروحش تعليم عام أو ثانوية عامة ويروح التعليم الفني. ليه بقى؟ لأنه محجوز للعمل، يعني هو قبل ما يتخرج محجوز للعمل، وكمان عنده فرصة الالتحاق بالجامعات التكنولوجية لو هو عايز يكمل التعليم. وبالتالي الصورة الذهنية عندنا اتغيرت، وزي ما شفت فخامتك مردود هذا الكلام إن الأعداد بدأت تزيد والمدارس في التعليم الفني بدأت تزيد. استحداث ده بقى ده الجميل في الموضوع، ان انت بنعمل مدارس ابلايد تكنولوجي او تكنولوجيا تطبيقيه وفق المشروعات القوميه للدوله المصريه قايمه فيها، يعني مثلا مدرسه في البرمجيات، ومدرسه في صناعه الحلي والذهب، مدرسه في الطاقه النوويه، مدرسه في النقل النهري. ده كلها نوعيات والولاد مطلوبين. وعايز اقول لفخامتك احنا عندنا دول طالبه مننا فنيين للعمل في هذه للعمل لديهم. كمان ما ننساش ان احنا بنعلمهم لغه عشان يقدروا لما يسافروا يبقوا قادرين على التعامل مع هذه الدول. طبعا ما فيش شك ان احنا كان لازم نشترك مع القطاع الخاص، لان ده حاجه تكامل مهم جدا، ودي الحقيقه الشركات اللي اشتركت معانا في هذا الاطار دورهم كبير جدا، هو ده اللي عمل النقله النوعيه. لان التعليم الفني كانت مشكلته ان انت مش عارف تدربه او لا تعمل له معامل بالشكل المطلوب، لكن هنا انت بتحطه في المواقف الطبيعيه. فعشان كده شركائنا معانا من القطاع الخاص يعني لهم كل التحيه الحقيقه. التعليم الفني بدأ على طول هو كمان يبدأ مؤشراته تعلى، بدل ما كنا 113 في مؤشر التعليم الفني والتقني والتدريب ارتفعنا ل 81، مركز التدريب المستمر من 128 بين 98، في عندنا مركز تقدم مصر مؤشر مستوى تدريب العاملين من 107 ل 43. ده ايه؟ هو اخر حاجه في خامه الرئيس موضوع المحو الاميه وتعليم الكبار. واحد من احنا محينا اميه في العشر سنين 5 مليون امي، لكن الحكايه مش محو اميه ابجديه ابدا، عشان كده في ارتداد وفي احجام وفي منابع للاميه موجوده. فالحقيقه اليونسكو عايز يعمل معانا مؤتمر كبير من اجل الوعي والتمكين. ده انا الامي مش مجرد ان انا بحرره من الاميه الابجديه فقط، ولكن عايز اعمل له وعي وتمكين. فالحقيقه اليونسكو مرحب بان هو يعمل معانا هذا المؤتمر بحيث يبقى النقله المفهوم مختلف، ليس اميه ابجديه ولكنه وعي وتمكين. شكرا فخامه الرئيس. شكرا دكتور رضا حجازي وزير التربيه. حسيزك اتفضل يا دكتور رضا. حسيزك استاذ احمد معلش انا بس اتوقف هنا عند نقطه قالها الدكتور رضا، وقال ان احنا بنتكلم على موضوع اختيار المعلمين وإعدادهم عشان يقوموا بمهمة هي جد مهمة خطيرة وحساسة جدا جدا في بناء الإنسان المصري. وأنا هتوقف عند كلمة هو قال إن إحنا أنا كنت قبل كده بنشوف لما الدولة تعلن عن قبول مدرسين في مرحلة التعليم الأساسي كان بيتقدموا يعني للوزارة وعلى موقعها، ثم بعد كده نسمع شكاوي ان الامور أيوة. في يعني مش فير يعني مش كده؟ طيب دي واحده. النمره اثنين كانت معايير الانتقاء هي عباره عن معايير يعني انتقاء عامه قوي عامه قوي يعني. فاحنا اللي قاله الدكتور رضا قال ان احنا عملنا برامج للتقييم والاختبار
للعناصر اللي بيتم او للطاقه اللي هم اللي بيتقدموا لشغل هذه الوظيفه وظيفه المعلم. وبالتالي بقت في فرصه كويسه ان احنا اولا ندي الفرصه للجميع، ثم العداله بتتحقق من خلال التقييم والاختبار. ثم قال على موضوع الألف معلم او الألف مدير مدرسه، وانا هتوقف عند النقطه ديت لان كان خلال الفتره اللي فاتت كان في نقاش يتقال على موضوع انتوا ليه بتودوا بعض الناس للاكاديميه العسكريه. وانا هكلمكم بمنتهى الصراحه لكل المصريين اللي بيسمعوني، انتوا بتقولوا ان حصل تطور كبير جدا في مجتمعنا، تطور جزء منه ايجابي واكيد في جزء منه سلبي. صح. انا النهارده المعلم اللي انا عايزه موجود في المدرسه هناك يبقى يعني مهاراته عامله ازاي؟ أيوة. انتماءاته عامله ازاي؟ استعداده عامل ازاي؟ انا ما بشككش في انتماءات حد او مهارات حد، لكن انا بقول انا النهارده هسلم او هنسلم ابنائنا وبناتنا للمدير ده او للمعلم ده واحنا بننتقي. طب انا عندي فرصه ان انا ابذل معاه جهدي شويه ويمكن يبقى في انفاق اكتر عليه عشان في النهايه اجهزه او اعده او اساعد في تاهيله عشان يقوم بدور انا محتاجه، مش كده؟ صحيح. طيب انا النهارده احنا كلنا تعودنا في نتيجه تطور نظم وسائل الاتصال وكلام هذا القبيل بقى دايما التليفون في ايدينا ودايما يعني بنضيع وقت معاه كتير ويمكن بنسهر شويه. طب انا عايز معلم يروح الساعه 6 الصبح المدرسه، فانا بقعده 6 شهور يصحى الساعه 5 الصبح. عايز معلم يهتم بالرياضه، طب هو ما كانش بيلعب رياضه قبل كده، فانا بحطه في برنامج عام. صحيح. لكن الفني ما بتدخلش فيه. يعني ايه الفني ما بتدخلش فيه؟ انت عارف كده يا دكتور. اه طبعا. الفني اللي هو التخصص. ايوه. اللي هو بتاع الدكتور رضا ده مش بتاعي انا. انا بحط اطار عام لابني وبنتي اللي انا هسلمهم ابناء مصر بعد كده. انا لو اقدر اعمل ده في كل مؤسسات الدوله هعمله. ليه هعمله؟ لان انا محتاج ان انا الجهاز الاداري للدوله يبقى اكثر التزاما واكثر انضباطا واكثر تقدما واكثر استعدادا للعطاء. طب انا بعمل ده ازاي؟ الفكره اللي جت هي دي. طب لو حد عنده افكار اخرى يقول لي عليها واحنا ايه؟ نعملها. انا خدت دول الست شهور وتم الانتقاء واتعمل لهم كل الموضوعات اللي تحقق يعني كفاءه الاختيار. ثم بنبذل جهد معهم عشان يبقوا جاهزين من خلال التعليم الفني اللي هو حطته وزاره التربيه والتعليم، ياخد دبلومه، ثم نقول ان احنا مع المدرسين اللي بيتم انتقائهم. ولو عندي فرصه ان انا اعمل كده مع المدرسين الثلاثين الف انا ما كنتش هتردد، بس ما اقدرش. قعدهم ست شهور كده؟ ايوه. طب ليه؟ عشان اقول له انت تصحى الساعه 6 وتنتبه للرياضه وتخلي بالك من الانتماء والولاء لبناتنا وابنائنا، لانك انت في الاخر اللي هتقوله ده هيتحط في عقول اطفال صغار. ثقافتك وممارساتك هي دي اللي الطالب او الطالبه هيشربها منك. فانا محتاج ان انا اطمن ان تم صياغه شخصيه. الشخصيه دي احنا بنقدم لها وبنعطيها بناتنا او اطفالنا ولاد وبنات. فالموضوع عشان بس تبقى النقطه دي واضحه احنا وانا بتكلم عمري ما خبيت حاجه، لانها مش معموله من غير فكره يا دكتور. لا، دي وراها فكره، وهنشوف نتيجه الفكره دي، هنقيم احنا نجحنا في البناء ده ولا لا. وعشان كده انا قلت الدكتور رضا الالف دول اللي هيقودوا المدارس هنديهم معلمين متميزين. مش بس متميزين، ما دخلوش الحقل التعليمي قبل كده. جدد. جدد ليه؟ عشان تبقى الفكره على بعضها قبل للايه؟ للتميز مش النجاح. لان اكيد القطاع التعليم كله الناس اللي فيه ناس كويسه، لكن احنا بنحاول نحسن اكتر، نطور اكتر. في ظل ايه؟ في ظل موارد قال الدكتور رضا والدكتور مصطفى انها مش موجوده. صح. انك انت النهارده تختار كويس وتدرب كويس وتاهل كويس،
وبالمناسبة ده عملية التأهيل والتدريب عملية لا تنتهي للقائم بأي نشاط وظيفي في التعليم، في النقل، في السكة الحديد، في أي مجال أنت محتاج دايما تعمل برامج تدريب وتأهيل عشان تطور من قدرات ومهارات القائم بالعملية دي. أنا بس حبيت أشير للنقطة دي لأن احنا عملناها مع وزارة النقل للناس اللي بيشتغلوا في السكة الحديد ويشتغلوا في مترو الأنفاق. عملنا نفس البرنامج 6 شهور يدرس دراسة فنية تحطها وزارة النقل، عملناها مع وزارة المالية تحط الكلام ده، وزارة المالية هي اللي تحط البرنامج الفني، لكن أنا أعمل إعادة صياغة للشخصية. مش عسكر، عسكر إيه؟ لا 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 لا، أنتوا كده مش أنتوا اللي دايما بيشوه ويسيء ويبث السموم في عقول وقلوب الناس ويحطم الأمل في بكرة من خلال شائعات وأكاذيب وإفك يقولوا للناس. لا يا جماعة، احنا بنحاول في ظل ظروفنا وقدراتنا المحدودة اللي، وانا بقولها تاني، انا عمري ما قلت لكم ابدا كلام معسول ولا احلام، عمري ما قلت ده انا هجيب معايا، لا لا عمري ما قلت كده. انا قلت في عمل وبس، فيها يا فندم عمل وبس. عمل وبس، هنفضل نشتغل لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ويكرمنا. شكرا جزيلا. شكرا لخمسة. تحدي الوعي هو التحدي الأكبر في بناء الإنسان، لكن أهم ما بيطمننا في الجمهورية الجديدة في مصر إن كل الجهود بتتضافر زي ما احنا شايفين من أجل هدف واحد، وهو وصول الإنسان المصري لمكانة أفضل، المكانة اللي يستحقها وسط دول العالم. هي دي الحكاية، حكاية البطل الرئيسي في كل حكاياتنا اللي بنحكيها، وهو الإنسان المصري. بنشكر حضراتكم، شكرا سيادة الرئيس، شكرا أيضا موصول للسادة الوزراء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، استكمالا للجلسة النقاشية بناء الإنسان بين الرؤية والإنجاز، فإن التعليم إذا كان هو الحجر الرئيسي لبناء الإنسان فما فيش شك إن الثقافة والشباب والرياضة لهم دور رئيسي أيضا وفاعل في بناء الشخصية المصرية، في الحفاظ على الهوية المصرية، هويتنا اللي بتميزنا كمصريين. اسمحوا لي في هذه الجلسة أن أرحب بالسادة المتحدثين. معالي الدكتور الوزير أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. السيدة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة. بالتأكيد قطاع الثقافة شهد خلال 9 سنوات الماضية طفرة كبيرة في البنية التحتية، إعادة إحياء، تطوير في مختلف أنحاء الجمهورية، لأن قطاع الثقافة هو بمثابة كلمة السر ومفتاح النجاح الحقيقي في الحفاظ على الهوية الوطنية، هويتنا كمصريين اللي بنلاقيها موجودة في أعز وأكثر المواقف اللي بتكون مؤثرة في تاريخ الوطن، بنلاقي فيه تكاتف، وهو ده الهوية المصرية، وهو ده الوازع اللي جوانا اللي بيخلينا نتحرك حفاظا على هذه الهوية. إيه اللي حصل خلال 9 سنوات؟ هو ده اللي هنتعرف عليه من خلال هذا العرض. الثقافة هي المكون الأساسي لهوية الشعوب وقوتها الناعمة، وكانت الدولة المصرية عبر آلاف السنين ملهمة للعديد من الحضارات حول العالم. خلال أعوام مضت قبل 2014 عانى قطاع الثقافة والفن من توقف عجلة التطوير ودعم اكتشاف المواهب، وتهالك البنية التحتية للعديد من قصور الثقافة والمسارح القومية وغيرها من التحديات التي أوجبت أن يكون قطاع الثقافة على رأس أولويات الدولة المصرية خلال 10 سنين اللي فاتت. وبدأت الخطة بتطوير وإنشاء قصور وبيوت الثقافة في مختلف محافظات الجمهورية. الفترة اللي فاتت في مجال الثقافة شفنا
تطور كبير بيحصل. يعني هو الدولة مركزة دايما انه الشباب اللي طالع جديد يطلع واعي. وجاء على رأس هذه المشروعات المشروع القومي لإنشاء مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 127 فدان لتصبح منارة للإبداع الفني والثقافي، والتي تحتوي على دار أوبرا عالمية وعدد من المسارح المختلفة، بالإضافة لمكتبة ضخمة ومتحف للفن المصري. بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة ليكون منبراً جديداً للثقافة الإسلامية. كان دعم وتطوير الفن والدراما المصرية، واللي تعتبر أهم عناصر القوى الناعمة المصرية، هو محور أساسي لتحرك الدولة خلال السنوات الماضية، حيث تم إنتاج أكثر من 300 عمل درامي قام بتنفيذهم أكثر من 32 شركة إنتاج مصرية بإجمالي استثمارات تخطت 20 مليار جنيه. بالإضافة لذلك تم إطلاق منصة واتشيت الرقمية، واللي تمكنت في خلال سنوات قليلة كسب حصة سوقية كبيرة في مصر والدول العربية، وإنتاج العديد من الأعمال التي تخاطب الشباب وتجدد أفكارهم. وعدت مصر قبلة للمهرجانات الفنية المتنوعة لتكون نافذة العالم على فنون مصر والعالم العربي. وتم ذلك بتنفيذ ودعم أكثر من 20 مهرجان محلي ودولي بمحافظات مصر المختلفة، زي مهرجان العالمين الجديدة ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، واللي مكن الدولة المصرية من اكتشاف مواهب فنية وثقافية. واهتمت الدولة المصرية بتطوير معارض الكتاب وتنظيم وإطلاق مسابقات فنية وثقافية، مع تخصيص مسابقات للقادرون باختلاف من ذوي الهمم. واهتمت الدولة بإقامة الكثير من تلك الفعاليات في قرى حياة كريمة. الثقافة دلوقتي بقت حاجة أحسن، بقت تتطور، بقى في حق وحقوق للمسرح أكتر عن الأول. دلوقتي بقينا الشباب بيحب يقرأ ويستكشف العالم. ومن أهم مؤشرات تطور قطاع الثقافة والفنون 8.2 مليار جنيه إجمالي تكلفة المشروعات الثقافية، 2357 نشاط ثقافي تم تنفيذهم، 1368 برنامج تدريبي تم تنفيذه للعاملين بوزارة الثقافة خلال 9 سنين، 148 إجمالي عدد دور المسارح العامة لغاية 2022، بزيادة 88 دور مسرح مقارنة ب 2014، 85 موقع ثقافي تم افتتاحه خلال 9 سنين. دكتورة نيفين، زي ما تابعنا كده في الفيديو اللي تم عرضه، ان مفيش شك قصور وبيوت الثقافة اختلفت عما كانت عليه قبل 2014، لكن يبقى السؤال، ماذا عن النشاط الذي يقدم، وهل يتماشى مع لغة الجيل الحالي؟ اسمح لي من خلال البرزنتيشن بتاعتنا ان احنا نجاوب على السؤال ده بعد اذنك فخامة الرئيس. سنة الحضور قبل ما نبدأ نجاوب على السؤال نحب نستعرض الحالة الثقافية كانت عاملة ازاي قبل 2014. كان في مجموعة من التحديات اللي واجهت بداية تطوير العمل الثقافي، تمثلت في 3 محاور رئيسية. أول محور كان تمركز الخدمات في العاصمة وعواصم المحافظات، بمعنى أن المراكز والقرى والنجوع اللي في المحافظات ما كانش بيوصل لها أي خدمات ثقافية. كان في بعض الإهمال في البنية التحتية أدى إلى بعض الأحداث الغير يعني الأحداث المؤسفة في بعض قصور الثقافة، بالإضافة إلى قلة التمويل. بعد 2011 ومع 2014 المادة 48 في الدستور المصري أكدت على حق
المواطن في الحصول على الخدمة الثقافية والإتاحة بغض النظر عن الموقع الجغرافي والقدرة المالية. تنوعت المشروعات الثقافية وشملت جميع المحافظات. تم تنفيذ حوالي 162 مشروع بإجمالي استثمارات 3.6 مليون، وجاري دلوقتي تنفيذ 46 مشروع بإجمالي 4.6 مليون من إجمالي ميزانية 8 مليار و2 من عشر. تم تطوير بعض المؤسسات والمنشآت الثقافية من 148 مسرح بزيادة 88 مسرح مقارنة بعام ما قبل 2014. 85 موقع ثقافي تم افتتاحهم خلال 9 سنوات، و357 قصر وبيت ثقافي بزيادة 30 قصر بمقارنة عام 2014. في إطار التطوير تم تطوير 35 مكتبة و19 متحف و9 مدارس ومعاهد تعليمية بأكاديمية الفنون، بالإضافة إلى 2357 نشاط ثقافي تموا في كل المرافق الثقافية اللي تم تطويرها. ودي بعض النماذج من المراكز الثقافية، صور لما قبل التطوير وبعد التطوير في مدينة طنطا وقنا ومسرح السامر في الجيزة اللي تم افتتاحه من شهرين فقط. مبنى دار الكتب في باب الخلق، طبعا ده مبنى عريق وطراز معماري مهم جدا، اتدمر في الأحداث الإرهابية اللي تمت في فترة ما قبل 2014، وتم تطويره بتكلفة 45 مليون جنيه. وهذه الصور طبعا قبل التطوير وبعد التطوير. وده قصر ثقافة وادي النطرون، وبيرعى في إنشاء القصور الجديدة العمارة البيئية بالذات في المناطق النائية. قصر ثقافة حجر العديسات نفس الطريقة، مبني بالعمارة البيئية بتاعت المنطقة. معارض الكتاب تم تنظيم 55 معرض سنوي، وده رقم لم يصل إليه المعارض قبل كده في هيئة الكتاب. ومعرض الكتاب في 2023 وصل عدد الزائرين فيه إلى 3.5 مليون، وده يعني رقم غير مسبوق نتيجة التطوير اللي حصل في المعرض والهيئة العامة للكتاب. مشروع سينما الشعب ده إحدى المشروعات المهمة جدا اللي تمت بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكان الهدف الأساسي بتاعه توصيل الخدمة السينمائية إلى المناطق المحرومة من هذه الخدمة. إحنا عندنا في فخامة الرئيس عدد كبير قوي من المحافظات ما فيهوش دار سينما مبنية، فكانت الفكرة في إدخال الثقافة السينمائية في قصور الثقافة اللي فيها مسارح تسمح بتقديم هذه الخدمة. بدأ المشروع في عام 2019 بسبع دور سينما داخل قصور الثقافة، ووصل إلى 21 دار سينما في 19 محافظة. مشروع مسرح المواجهة والتجوال قدم عروض 910 ليلة عرض استفاد منها 3 مليون مواطن خلال الفترة من أغسطس 21 إلى 23. وفكرة المسرح ده بتقوم على فرق مسرحية بسيطة بتتجول في القرى والمراكز اللي ما فيهاش مسارح، بتبني مسرح صغير في الساحة بتاعت القرية وتقدم خدمة ثقافية متمثلة في برامج وعروض مسرحية تنمي الوعي لدى المتفرج وتعلي إدراكه بالمشكلات المجتمعية اللي موجودة زي الزيادة السكانية والأمية وهكذا. مشروع المسارح المتنقلة نفس الفكرة، ده 6 مسارح متنقلة على عربيات بتكلفة 26 مليون جنيه تم تنفيذها مع وزارة الإنتاج الحربي. هذه العربيات بتقدم الفنون المتنوعة على العربيات من عروض سينمائية ومكتبات متنقلة وورش حكي وحرف تراثية في القرى والنجوع. وده بعض الصور للأنشطة بتاعت المسارح المتنقلة. مشروع أهل مصر
تم تنفيذ 26 أسبوع ثقافي للطفل و12 ملتقى للطفل و12 ملتقى للمرأة الحدودية. هذا المشروع قايم على فكرة دمج أبناء المناطق الحدودية مع أبناء المحافظات الأخرى لتنمية الوعي والانتماء والدمج بين أبناء الوطن الواحد، وبيفضلوا على تواصل وبيتم استضافتهم في المحافظات المختلفة ويتعرفوا على المشروعات القومية الكبيرة اللي بتقوم في الدولة في المحافظات الأخرى. مبادرة صناعية مصر، هذه المبادرة مبادرة لتنمية الحرف التراثية والحفاظ عليها، وهي يعني تلقى رعاية رئاسية. تاريخ الانطلاق بتاعها كان 2019. تم إقامة 3 دورات تدريبية وتخرج منها 123 شاب وشابة. بعد التخرج بيقوموا بإنشاء مشروعات صغيرة خاصة بيهم في الحرف التراثية، وبتساعدهم الوزارات زي وزارة التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية في المشاركة في معارض الحرف التراثية. ونأمل أن هذه المبادرة تنتقل إلى المحافظات التي بها حرف تراثية مشهورة. الاهتمام بتنمية مهارات ذوي الهمم كان من أولويات الثقافة طبقا لدستور 2014. تم تنفيذ 2987 نشاط متنوع ب 1600 فاعلية من فرق مسرح وكورال منتشرة في قصور الثقافة ومراكز الإبداع زي مركز تنمية المواهب في الأوبرا، وتم تكوين أول فرقة من أصحاب الهمم في الأداء الحركي واسمها فرقة الشمس تبع للمركز القومي للطفولة. المشاركة بمبادرة حياة كريمة كان من ضمن أولويات العمل الثقافي والتنمية الثقافية. قامت وزارة الثقافة بتنفيذ 3449 نشاط ثقافي استفاد منها 1.5 مليون مواطن في الفترة من أغسطس 21 حتى يونيو 23. مشروع كشك الكتاب ده مشروع تقدمت به الهيئة العامة للكتاب بالشراكة مع مبادرة حياة كريمة لتوفير منافذ بيع لإصدارات وزارة الثقافة بأسعار رمزية لأبناء القرى والمراكز اللي بتقوم بتطويرها مؤسسة حياة كريمة. مراكز تنمية المواهب دي كيان جديد تم إنشاؤه داخل قصور الثقافة اللي تم تطويرها، وهي مراكز تنمية للمواهب متخصصة في الموسيقى والأداء الحركي للأطفال والأشغال اليدوية. جوائز الدولة المعتادة اللي بتقدمها وزارة الثقافة كل عام، تم إضافة جائزة للمبدع الصغير وهي تحت رعاية السيدة الأولى حرم فخامة الرئيس. هذه الجائزة لأطفال المبدعين من سنة 6 إلى 18 سنة. أقيم 3 دورات، في الدورة الثانية تم إضافة جائزة للأطفال أصحاب الهمم، وفي السنة الثالثة أخذ مجلس إدارة الجائزة قرار بأن يكون في جائزة لأبنائنا في الخارج بالتعاون مع وزارة الهجرة لربط الأبناء الجيل الثالث في الخارج بالوطن الأم عن طريق المشاركة في الفعاليات الثقافية. معالي الوزيرة، يعني حضرتك وأنت تتحدثي عن الأرقام، ممكن برضو توصفي لنا إحساس الشباب اللي لقوا الدولة بترعاهم والدولة بتديهم جوائز زي جائزة التفوق أو المبدع الصغير وغيرها؟ جوائز الدولة متحدد لها سن وبتكون بالترشيح زي جائزة النيل وجائزة الدولة التشجيعية. جائزة الدولة التشجيعية بيتم التقدم ليها للمبدعين أقل من 40 سنة. جائزة نجيب محفوظ دي جائزة خاصة بالأدب. جائزة التفوق دي بيتم الترشح ليها من الجهات زي الجمعيات والمؤسسات والجامعات والأكاديميات الفنية، والجوائز دي كلها بتكون في مجال العلوم والأداب، العلوم الاجتماعية والأداب والفنون. جائزة المبدع الصغير دي الوحيدة اللي للأطفال، ما كانش في جائزة للأطفال قبل كده في جوائز الدولة، دي أول جائزة للأطفال في جوائز الدولة. دي من سنة 6 ل 18 سنة، مقسمة من 6 ل 12 ومن 12 ل 18.
في فروع الفنون والأداب والابتكارات العلمية. وهنا رعاية النشأ. لرعاية النشأ، وبعد كده اللي بيفوز في الجوائز دي وزارة الثقافة بترعاه، بيلتحق بمراكز الإبداع، بمركز الإبداع الفني في الأوبرا. الأطفال اللي بيكتبوا قصص أطفال بنطبع لهم القصص دي وبتطرح للمكتبات العامة. معرض الكتاب في يناير 23 كان فيه أول كتاب يطبع لطفلة عندها 12 سنة، وعملنا لها حفل توقيع، وكانت حاجة ملهمة جدا ان الاطفال قاعدين حواليها في جناح الاطفال وهي بتتكلم معاهم وبتحكي تجربتها في الكتابة لأول مرة والفوز بالجائزة. في مجال الترجمة والنشر، مجال اكتشاف وتنمية المواهب، مشروع ابدأ حلمك بالسينما وابدأ حلمك بالمسرح، دي من المشاريع الجديدة اللي تمت إقامتها في وزارة الثقافة بالتعاون مع الجامعات، وزارة التعليم العالي. شاركنا في جامعات من 8 محافظات عن طريق التعاون بين هيئة قصور الثقافة في المحافظات والجامعات لاكتشاف المواهب في السينما والمسرح. هذا المشروع بيقوم على دورات تدريبية للمهتمين بتعلم فنون السينما والمسرح، وبيتعمل مسابقة بينهم لاختيار أفضل العناصر، وبعد كده بيتقدموا للمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة. هذا العام فرقة المسرح بتاعت جامعة عين شمس فازت بالمركز الأول في مهرجان المسرح القومي. في مجال الترجمة والنشر، تم إصدار 6000 عنوان وترجمة 1313 إصدار أجنبي. ولتشجيع حركة الترجمة دايما بيبقى فيه مسابقات للمترجمين، شباب المترجمين، لتحفزهم على المشاركة في ترجمة الكتب الجديدة من وإلى العربية باللغات المختلفة، وحققوا السنة دي 6.7 مليون جنيه من بيع الإصدارات اللي تم طباعتها. في مجال حماية التراث، وزارة الثقافة قدمت عن طريق المركز الجهاز مشروعات بيقوم بها جهاز التنسيق الحضاري، مشروع عاش هنا، ده لأشهر الفنانين والمبدعين والأدباء والمشاهير اللي عاشوا في البيت تكريما ليهم. بنحط يافطة على البيوت اللي عاشوا فيها علشان الناس تعرف مين اللي عاش هنا تكريما وتخليدا لذكرى، زي طه حسين والاستاذ ياسر رزق الصحفي. ذاكرة المدينة كونوا عملوا في مشروع عاش هنا 965 لوحة على بعض المنازل، ومكملين المرحلة الثانية بتاعه المشروع في مصر كلها. حكاية شارع من ضمن برضو حماية التراث الثقافي، قدموا حوالي 265 لوحة على الشوارع في وسط المدينة في المحافظات الكبيرة زي القاهرة والإسكندرية والأقصر. بيحكوا بشكل مختصر جدا معلومات بسيطة عن أسماء الشوارع كنوع من الثقافة. حكاية شارع، احنا دايما بنشوف أسماء شوارع ولكن ما بنبقاش عارفين كل الحكايات بتاعت أسماء المسميات دي جاية منين. فده مشروع قدمه جهاز التنسيق الحضاري، لوحات وتوثيق المباني وحكاية شارع. المشروعين دول بيحكوا تاريخ المباني التراثية والتراث بتاعتها، وثقوا حوالي 800 لوحة على بعض المباني التراثية في وسط البلد في القاهرة والجيزة. في مجال الترميم بدار الكتب، في وحدة تم تطويرها لترميم الوثائق والنسخ المحفوظة من الوثائق التاريخية المهمة. آخر حاجة تم الانتهاء منها الأسبوع الماضي نسخة من المصحف الحجازي النادر، وهو يعود إلى القرن الأول الهجري. في مجال الرياضة الثقافية والفنية على المستوى المحلي والدولي، بتزداد أعداد المشاركين في المهرجانات كل عام ما بين المهرجانات القومية والمهرجانات الدولية التي تقيمها مصر، زي مهرجان السينما ومهرجان الموسيقى العربية ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.
ومهرجان العالمين، وأقيمت النسخة الأولى منه هذا العام، وطبعا شهدت رواج كبير جدا، وضع يعني مدينة العالمين على الخريطة السياحية العالمية في مجال الثقافة والفنون، وكان ختام المهرجان بتكريم المشاركين في مسلسلات الدراما هذا العام في مهرجان الدراما في نسخته الثانية. طبعا المحتوى البرامجي والدرامي بيعمل تكامل للرؤية بين الإعلام والثقافة، لأن الإعلام هو إحدى أذرع الثقافة في تنمية الوعي ووصول المعلومة إلى المجتمع، وكان دايما في تواصل دائم من خلال البروتوكول اللي تم توقيعه بين وزارة الثقافة والمتحدة في نقل الفعاليات الثقافية من ندوات ومهرجانات واحتفالات شعبية علشان تعمل رواج وتشجع إقبال الناس عليه. في مجال التكنولوجيا طبعا كان لازم نواكب التطور التكنولوجي اللي بيحصل في العالم كله، فكان في بروتوكول موقع مع وزارة الاتصالات تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه في رقمنة المحتوى الفني والثقافي لوزارة الثقافة، وكانت البداية دار الأوبرا والهيئة العامة للكتاب وأكاديمية الفنون ما بين نوت موسيقية وصور وحفلات مسموعة ومشاهدة وكتب مقروءة ومجلات ورسائل وكتب علمية في أكاديمية الفنون، وإحنا بصدد البدء في المرحلة الثانية إن شاء الله. مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية دي بكورة المشروعات ودورة التاج في المواقع الثقافية في الدولة كلها، وبنأمل إن شاء الله أن يعني هتنقل الثقافة والفنون في مصر إلى مستوى عالمي عن طريق إدارتها بواسطة شركة عالمية للتسويق لضمان يعني أحسن العروض العالمية وضمان التشغيل طوال العام، وهي بتحتوي على منشآت عديدة منها مبنى الأوبرا الرئيسي ومتحف عواصم مصر وبيت العود، وبيت العود يعني مهتم بتصنيع آلة العود وتخريج دفعات من الشباب المحبة للموسيقى فإنها تتعلم حرفة صناعة العود والعزف عليه، مبنى معارض فنية وصالات باليه ومبنى معارض فنية واستوديوهات رسم لاستضافة الفنانين التشكيليين من مصر والعالم لتبادل الخبرات وإقامة المعارض والسوق، يبقى فيه سوق كبير للفن التشكيلي في مصر عن طريق هذا الكيان. مركز مصر الثقافي الإسلامي، هذا المركز ليه دور كبير جدا في الثقافة الدينية الحقيقة، لأنه بينشر الوسطية في الدين الحنيف، وإحنا يعني مصر دايما منارة للوسطية، وجاري تنفيذ متحف المقرئين. متحف المقرئين بيضم المقتنيات الشخصية لأشهر المقرئين المصريين المعروفين، وحيكون في جزء لكل واحد منهم وبيتكلم عن تاريخه وتسجيل صوتي للقرآن الكريم كامل بصوته. في الخطة المستقبلية إن شاء الله بنأمل إن إحنا تحت الإنشاء يكون في 4 بيوت وقصور ثقافة وإحلال وتجديد 12 قصر ثقافة وبيت ثقافي وإنشاء 5 مكتبات جديدة وإحلال وتجديد 5 متاحف وإحلال وتجديد 10 مسارح، إحلال وتجديد المعهد العالي لفنون الطفل، والانتهاء من إنشاء أكاديمية الفنون بالإسكندرية، والانتهاء من إنشاء مستشفى الطلبة بأكاديمية الفنون. وطبعا هذه الصور لبعض المنشآت اللي تمت المرحلة الإنشائية بتاعتها وفي طور التجهيز لافتتاحها في خلال 3-4 شهور إن شاء الله. شكرا لحضراتكم. بنشكرك دكتورة نيفين. وفي الحقيقة يعني قطاع الثقافة هو قطاع له أدوار متعددة، سواء كان نشر وعي، ثقافة، توعية، حفاظ على التراث أيضا،
وبالتأكيد اكتشاف المواهب ورعايتهم. لكن حتى نكون أكثر إنصافا، المواهب مش بس موجودة في قطاع الثقافة، لأنها موجودة أيضا في قطاع الشباب والرياضة. ويمكن شفنا أسمى صورة للمواهب، البراعم الشباب اللي بتمتلكها الدولة المصرية من خلال المشروع القومي كابيتانو مصر، المشروع اللي وجه به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسرعان ما نفذ على الأرض بشراكة من قطاع الشباب والرياضة والشركة المتحدة. ويمكن المشروع ده ما كانش هيخرج للنور غير بوجود بنى تحتية قوية ممثلة في مراكز الشباب اللي أصبحت موجودة ويعلم عنها الكثير في كل محافظات الجمهورية. اللي حصل في 9 سنين في قطاع الشباب والرياضة هنتابعه من خلال هذا العرض. مفيش شك ان الرياضة في مصر عانت من ضعف الامكانيات وقلة عدد النوادي ومراكز الشباب وعدم توافر الفرص للشباب لتحقيق احلامهم في الاحتراف الرياضي. لكن خلال 9 سنين القيادة السياسية كانت واثقة في اهمية الرياضة لاعداد مواطن قادر على الانتاج، وده الترجم لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية ودعم الرياضيين للوصول للالقاب الدولية. بسام تحميد، عدي اسكندراني، اول لاعبه مصريه تتاهل لبطوله العالم والاولمبياد في العاب القوى. انا من احسن 5 في العالم في رمي القرص، لعبت 5 بطولات عالم و3 دورات اولمبيه. تشعر ان انت بترفع علم مصر في مكان علم مصر ما كانش بيترفع فيه، مش عارفه اوصفه بايه، بس هو احساس بيديني شعور بالفخر كده. ودلوقتي مصر بتحتضن مدن رياضيه عالميه زي المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تنفيذها على مساحة 92 فدان بتكلفة قدرها نحو 4.2 مليار جنيه، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 468 فدان. المدينة الرياضية في بورسعيد مع إنشاء المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات بتكلفة إجمالية بلغت 239 مليون جنيه. فقد تم وجاري إنشاء وتطوير 1039 مركز شباب ضمن المشروع القومي حياة كريمة، ليصل إجمالي عدد المشروعات المنفذة بقطاع الشباب والرياضة 5612 خلال الفترة من سنة 2014 لسنة 2023. كمان وصل عدد الاستادات في مصر ل 30 استاد، وعدد مراكز الشباب وصل ل 4510 في 2023 مقابل 4200 مركز غير مؤهل تماما في 2015. تطور البنية التحتية الرياضية أهلنا لاستضافة عدد من البطولات الدولية ساهمت في تدعيم صورة مصر قدام العالم. 335 بطولة قارية وعالمية استضافتها مصر خلال الفترة من 2018 ل 2023، والأرقام بتأكد نجاح التجربة. 22 مليار جنيه تكلفة المشروعات القومية بقطاع الشباب والرياضة من 2014 ل 2023. 2800 ميدالية إجمالي عدد الميداليات اللي حصلت عليها مصر من 2018 ل 2022. 16.8 مليون عدد المستفيدين من الشباب والنشأ من البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية سنة 2021-2022. 1195 عدد الأندية حتى 2021، وتم تنفيذ حوالي 5748 برنامج ونشاط حققوا أكثر من 137.7 مليون فرصة استفاد منها الشباب والرياضيين. وبإنجاز إعادة بناء الإنسان المصري، قدر شبابنا يحصدوا التمكين المناسب ليهم خصوصا على المستوى السياسي والاقتصادي. وعلشان نقدر نحقق هدف التمكين كان لازم يكون في خطوة قبله، وهي التدريب والتأهيل. وفي وقت قصير انطلق عدد من البرامج والمبادرات الداعمة للشباب،
زي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في 2015 بهدف أساسي هو إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسؤوليات السياسية والمجتمعية والإدارية في الدولة. ونجاح البرنامج كان دافع لإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب في 2017، وأفكار شباب البلد اتنقلت للقيادة السياسية بشكل مباشر من خلال المؤتمرات الوطنية للشباب، وأفكار شبابنا فتحت الطريق لقنوات تواصل بينهم وبين شباب العالم. فانطلق في 2017 منتدى شباب العالم في شرم الشيخ على مدار 4 نسخ، وانطلق منطقة الشباب العربي والإفريقي في 2019. كلها فعاليات شبابية ساهمت في انفتاح شبابنا على الخبرات العالمية والإفريقية والعربية، وحققت التواصل بينهم وبين القيادة السياسية. وفعلا طاقة الشباب ترجمت لعمل على أرض الواقع، وشفنا 123 نائب برلماني شاب في مجلس النواب و30 نائب شاب في مجلس الشيوخ، بالإضافة لتمثيل الشباب في تشكيل المحافظين ونواب المحافظين. احنا شفنا الشباب دلوقتي الوضع بقى احسن كتير، بقى في وزراء سنهم صغير، بقى في قيادات عامه، الوجوه اللي احنا بنشوفها كقيادات بقى تحس انهم سنهم اصغر. عندنا امثله كتير في مصر بتقول ان الشباب قدرت تمسك مناصب في الدوله زي مجلس الوزراء وعندنا مجلس نواب. ثقتي في شباب مصر لا حدود لها، وسيحققون للوطن امجادا هائله لا تقل عما صنعه الاباء والاجداد. دكتور أشرف، في الحقيقة لفت انتباهي في الفيديو ده رقم مش قليل، 2800 ميدالية حصلت عليها مصر في الفترة من 2018 ل 2022، وده بيأكد ان حجم الشغل اللي حصل لإعداد الشباب دول وتأهيلهم لاقتناس هذه البطولات كبير، في ظل توجيه لوم دايما على الوزارة بان مفيش دعم ورعاية حقيقية للشباب الأبطال. ازاي بتصنعوا الأبطال في الألعاب الفردية المختلفة تحديدا، وإيه استراتيجية وفلسفة قطاع الشباب والرياضة في تأهيل الشباب من أجل تمكينهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس، سادة الحضور، كل شكر والتقدير على وجودنا النهاردة. في الحقيقة في 2018 فخامة الرئيس أطلق الاستراتيجية الوطنية للشباب، ومن هنا بدأنا نعكف يعني إيه استراتيجية وطنية لبناء الإنسان. بناء الإنسان الحقيقة هي كل علشان الشخصية تكون متزنة زي ما فخامة الرئيس والحديث، بدني نفسي عقلي اجتماعي، عشان نخلق شخصية مصرية متزنة. وده في المتن التربوي لازم يكون في المؤسسات التربوية الناشئة اللي هي بتبدأ بالأسرة، المدرسة، الجامعة، مركز الشباب، النادي، الكنيسة، الجامع. من هنا بدأ الانطلاق ان احنا نبدأ بمجموعة دوائر متفاعلة. أول دائرة يمكن بنتكلم فيها هي الإنشاء والمنشآت الرياضية للبنية التحتية الإنشائية. الدراما يمكن كانت بتصور دايما الواقع في الوقت بتاعه، والصور المنشورة هي من واقع صحافة ومن واقع دراما. ده كان الشكل اللي موجود للشكل التقليدي أو العام اللي عينينا خدت عليه لمركز الشباب قبل 2014. وزي ما الدراما أيضا يمكن هي مش كوميديا هزلية، لكن هو واقع صورت كراكون في الشارع ان شباب مش لاقية علشان تتجوز. فخامة الرئيس في 2014 قال مش هنخلي حد بيسأل على شقة إلا لما بيكون في شقة، وقد كان المعروض الحقيقة أكتر بكتير من المطلوب. وأيضا الدراما يمكن صورت نماذج أخرى، بنشوف المكاتب الوظيفية اللي موجود فيها يعني أعداد مش لاقي كراسي، احنا في حلم تاني آخر الانتقال للعاصمة الإدارية والمناخ اللي هيخلينا ننتج بشكل أكتر في الحي الحكومي. نفس الوضع احنا بنتكلم على شكل درامي آخر، يمكن ده شكل مش هزل اللي لقيناه واحنا بنلف في مراكز الشباب قبل 2014 حقيقة واقعة، كان ده الشكل. ومركز الشباب هو أحد المؤسسات المهمة جدا، لأن هي موجودة في الحضر، في البدو، في المركز، في المدينة، الحقيقة بيعالج كل طبقات المجتمع موجودة. عشان كده قلنا لازم نحول مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية يكون فيها كل الأشكال والخدمات اللي ممكن تكون موجودة. دي مراكز الشباب اللي بقت موجودة. مركز الشباب اللي موجود هنا ده مش
يعني حاجة في المهندسين أو حاجة في مركز، دي مراكز شباب حقيقية بكونسبت جديد عملناه الحقيقة، لأن مركز شباب هو مكان ترفيهي، مكان ثقافي، مكان فني، مكان أسري. قدرنا نعمل كمان تجمعات موجودة داخل مراكز شباب بأندية وكيانات مختلفة. مركز شباب طامية بالفيوم ده مش ريزورت أو منتجع موجود في أي مدينة ساحلية، ده في قرية داخلية في طامية بالفيوم، ده في مركز شباب سانت كاترين بالشكل اللي موجود لأهالينا في سانت كاترين. المطرية بالدقهلية ده حمام سباحة بقى موجود في قرية، وقرية عادية جدا الحقيقة. ده شكل بيعبر المتوسط العام اللي قدرنا نوصل ليه على شكل تركيب ونمزجة مراكز شباب مصر. ده نموذج لشكل الملاعب اللي موجودة في مراكز شباب. يمكن على المستوى الشخصي بدأت لعبة كاراتيه وفي نادي صغير قبل ما اطلع الأندية الكبيرة. الحقيقة رحنا وما كناش بنلاقي في مراكز شباب مكان نغير فيه أو بنخلص تدريب حجم التراب اللي موجود أو ثقافة العين والثقافة في مراكز شباب مصر. الحقيقة ده الشكل اللي بقى موجود في مراكز شباب مصر، الملاعب، التنميط لشكل المراكز الشباب عشان نقدر ان احنا نوصل للمنتهى او لهدفنا. احنا عملنا بنية تحتية لمراكز الشباب والانشاءات بتكلفة اجمالية بلغت 22 مليار جنيه من 2014 ل 2023. 4295 انشاء وتطوير ملاعب خماسية وقانونية، انشاء وتطوير مدن شبابية ورياضية، تطوير اسادات. احنا عملنا 6 سادات الحقيقة تطوير شامل بشكل خدمنا في كاس الامم الافريقية 2019، انشاء وتطوير صالات مغطاة 14، انشاء وتطوير الاندية، تطوير اندية متحدي الاعاقة. الحقيقة كمان غيرنا شكل المراكز اللي هي التعليم اللامنهجي اللي موجود اللي بنديه للشباب المصري، كان المسمى التعليم المدني بقى مراكز الابداع والابتكار الشبابي اللي بنطور وبنعلم. ومع وزارة الاتصالات يمكن أحد المبادرات الكبيرة الجديدة موجودة في هذه المراكز، تطوير وإنشاء مراكز وحدات الطب الرياضي، تطوير وإنشاء مراكز التنمية الشبابية 1 و2 الجزيرة، فروع النادي النادي. ويمكن احنا نقف شوية هنا لان احنا بنراعي كل الطبقات المجتمعية في مراكز الشباب، ثم اندية السيسي كلاب او اندية المحافظات، وبعدين شرفنا بافتتاح احد افرع نادي النادي من فخامة الرئيس، لان لقينا طبقة اجتماعية تانية الحقيقة مش قادرة تدفع يعني اشتراكات الاندية الاكبر ومش تنزل تحت. عملنا مفهوم جديد سلسلة نادي النادي استوعب عدد كبير جدا من طبقات المجتمع. المركز القومي لتدريب المنتخبات القومية اللي أنشئ وطور من 2015 عشان طوكيو، وهو الحقيقة غير شكل ثقافة المنتخبات القومية، وأصبح اللاعب موجود طول السنة، كل الخدمات اللي موجودة ولا ينقصه شيء عن برا أو جوه مصر. الحقيقة هنقف شوية عند هذا الرقم. مصر قبل 2011 و2014 كان الوضع فيها يعني طول السنين حوالي 40 سنة اتبنى 42 حمام سباحة وعلى نفقة الدولة. انا بقول ان احنا بدأنا من المفهوم الجديد اللي اشتغلناه مع دخول القطاع الخاص 191 حمام سباحة، وبدأناه من 2020 حتى تاريخه 191 حمام سباحة موجودة، غيرت ثقافة وشكل ومفهوم القرية والمدينة، عملت قاعدة كبيرة، وده بيدار بالقطاع الخاص وبمفهوم. يمكن مع العرض على فخامة الرئيس على ان احنا عايزين نزود سرعة الانجاز، الميزانية اللي موجودة يمكن مش هتكفي لهذه السرعة. سيادة وجه قال ان احنا لازم نرجع ونراجع مع هيئة الرقابة الادارية لحوكمة هذه العقود، وضع عقد موحد، وكمان نراعي الجانب الاجتماعي واحنا بنتعامل مع هذا الكيان. الحقيقة راجعنا ومشينا وجرينا وطورنا بأرقام كبيرة جدا، وبعد فترة من العرض وجه سيادته ان نراجع مع وزارة التخطيط ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية علشان نراجع هذه الحوكمة. راجعنا والحقيقة يعني في نجاح كبير لهذا المفهوم. حياة كريمة ساعدتنا على القفز بشكل سريع جدا لمراكز شباب، والمرحلة الأولى فقط 1039
مركز شباب تم تطويره، 266 مركز شباب تم اضافتهم في المرحله الاولى، المرحله الثانيه متوقع 900 مركز شباب، واحنا يعني دخلناهم للخدمه ودخلناهم للتشغيل. انا عايز اقف هنا عند الشكل ده، يمكن الشكل الاحمر من 2014، ويمكن واحنا بنخاطب المجتمع والمواطن البسيط، الميزانيه الاستثماريه اللي بناخدها من الحكومه برنامج احنا بنقدمه، وبالتالي بناخد حاجه اسمها البيت الباب السادس، هي الميزانيه اللي هننشئ فيها. الحقيقه احنا قلنا مش هنقدر ان احنا نوصل للمدى البعيد، علشان كده الخط الاخضر الثاني بداناه بعد العرض، وتحديدا من بعد 2019 هنبص نلاقي ان هو طلع المدى ده، يعني اعتمادنا على الموارد الذاتيه واعتمادنا على تشغيل القطاع الخاص ورياده الاعمال ادى الى ان احنا نوصل ل 9 مليار جنيه من القطاع الخاص للتعامل معانا في حجم انشاءات كبيره جدا، ونضمن يعني بيرفورمانس بوند او حسن الاداء، بالاضافه الى زياده الدخل لهذه المنشات اللي بيقلل من كاهل الدوله ان ناخد تاني من ميزانيه الدوله. الحقيقه من 2020 بدا الكوفيد، نزل شويه الاداء، لكن احنا استمرينا في ده في هذا الموضوع على اعتبار ان الميزانيه الحكوميه مش هي الاساس، لكن اشتغلنا مع المجتمع بشكل ان لما بننزل، حتى يمكن انا سعيد جدا بهذا المفهوم القرى البعيده، لان المواطن العادي بيقول احنا عايزين نعمل بي او تي وعايزين نعمل حق انتفاع، لان الثقافه نفسها كان يهمنا جدا ان هي توصل. 13 مليار و7 حجم الاستثمارات الحكوميه المباشره عشان نعمل التطوير في كل الانشاءات الشبابيه والرياضيه، 1.6 مليار حجم المنصرف لرعايه الناشئ والشباب، وده كان مهم جدا جدا علشان احنا مش بس الانشاء يعني في الكيانات او الاستثمارات في الانشاءات، لكن البشر والتنميه الشامله الحقيقه اللي موجوده وكثفنا فيها. 3 مليار قيمه الاستثمارات في مشروعات بي او تي، 3 مليار من 9 مليار هي في مراكز شباب مصر، و6 مليار ادينا طلاقه للانديه الرياضيه ان هي كمان تتفاعل، وده هيقلل الدعم بتاعنا. احنا عندنا تقريبا 1200 نادي احنا بندعمهم، وطبعا طبقا لمعايير معينه، فده قلل بشكل كبير جدا من ان احنا ندعم هذه المؤسسات ونطور الجانب الرياضي بشكل كبير جدا. هي 3.9 للاستادات، 3.3 للاستثمارات لشركات مزاولة الخدمات. طورنا بشكل كبير جدا طبقا للقانون شركات الخدمات الرياضية، وحاكمناها بشكل ما يكناها كمان، اللي يعني حجم استثماراتها في السوق المصري كقطاع اقتصادي 3.3، وده تقريبا بيدخل وزارة الشباب والرياضة حوالي 40 مليون جنيه للموارد الذاتية اللي بنصرفها تاني على رعاية الأبطال وعلى التطوير لتطوير الرياضة المصرية والقطاع الشبابي الرياضي. طبعا القطاع الاخر الاقتصادي اللي اهتمينا بيه علشان الصحه وعلشان ايضا التشغيل هي قطاع الانديه الصحيه، وحجم استثماراته في السوق المصري 7 مليار جنيه، لكن اللي يهمنا اكتر ان خلقنا ثقافه للصحه وخلقنا ثقافه للرياضه بشكل موازي اللي احنا بنسميه سبورتس ديفلوبمنتس او التنميه الرياضيه. كمان بقى عندنا عوائد مباشره وعوائد غير مباشره من الفعاليات الرياضيه اللي وصلت حوالي مليار جنيه. ده الشكل العام للمنشأ وشكل ثقافته اللي بقى موجود في مصر. ده خلانا ان احنا كمان نطور الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشأ والاستراتيجية الوطنية المصرية للرياضة. الحقيقة تعاوننا مع الأكاديمية العربية ومع أحد المؤسسات الأممية، قعدنا سنتين ومع الشباب المصري نعمل سيرفي لغاية لما احنا يمكن كونا هؤلاء الاستراتيجيتين. الوزارة بنت فكرها في الاستراتيجيات على التكامل. الحقيقة عشان نعمل منهج متكامل للشراكة احنا كان لازم نشتغل مع وزارة التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة، الأكاديمية الوطنية. هذا التكامل لأن الوزارة شغالين منحنى سني يتكامل ويتفاعل مع كل مؤسسات المجتمع وبشكل شمولي، في يعني الحقيقة أوبن مايند وفتح أفاق لتعاون كبير جدا. فخامة الرئيس احنا قدرنا في الفترة دي ان احنا يعني الحقيقة سألنا سؤال، احنا ليه حصلت الأحداث قبل 2011 وبشكل جريء جدا؟ ليه الشباب الحقيقة يعني
تم استيعابه بشكل تاني. يبقى لازم نكثف اعمالنا، لازم يكون في توسع كبير جدا في حجم الانشطه وكيفيه الانشطه اللي موجوده، وكمان استيعاب طريقه التفكير. وده كان مهم جدا. احنا وصلنا ل 5748 برنامج ونشاط من 5 سنين ل 40 سنه. البرامج الولاء والانتماء والقدوه، البرامج المرتبطه، يمكن اشتغلنا مع الكنيسه المصريه، اشتغلنا مع الازهر الشريف، اشتغلنا مع الاواف، مع كل مؤسسات المجتمع، اشتغلنا كمان برنامج كبير جدا مع اكاديميه ناصر في كل المجالات. احنا 137 مليون بوينت 7 او 7 من 10 حجم المشاركة الشبابية. طب احنا 105 مليون تقريبا، لان حجم مشاركة الشباب عملنا له معدل تكراري لحجم الانشطة اللي موجودة، وصلنا بارقام حقيقية مدققة 137 مليون، يعني متوسط السنة 15 مليون مشاركة شبابية. الحقيقة الجزء الاخر من يعني احنا عندنا الاستراتيجية في الرياضة، البطولة أو الليت سبورتس والتنمية الرياضية، اشتغلنا احنا موجودين في الشارع في الحي، دوري الشوارع، عملنا المدرب المجتمعي اللي موجود في الحدائق، وصلنا لكل الأعمار السنية. لكن في المبادرات، من المبادرات المهمة ان احنا نخلق اسلوب او حالة هي الدراجة. احنا وزعنا 20,000 دراجة من اول ما بدأنا المبادرة، احنا بندعمها وبندعمها من خلال برنامج رعاية، ووصلنا للرقم بيها. بنفتح الويندوز او اونلاين علشان يكون في شفافية. الحقيقة في ساعة بتكون الباتش اللي جه يعني خلص، واحنا عاملين طبعا توقيع مع الهيئة العربية والانتاج الحربي لتجميعها. عملنا مبادرة منها خرجت دراجتك دخلك، بنجيب الدراجات بنديها للشباب عن طريق برضو اونلاين بمعايير، وبندربه وبنديله منتج بحوالي 1,000 جنيه، وبيعمل مصنع او شركه ليه ان هو يعمل التوصيل 3,600 دراجه. كمان مبادره دراجتك مشوارك، الشاب روح مدرستك زي ما تعودنا زمان، وروح جامعتك بالدراجه. الحقيقه 2,200 ودول من غير مقابل. كمان ان احنا نخلق الحاله الرياضيه، عندنا واحده من المبادرات الكبيره المحاكاه وهي اولمبياد الطفل المصري، وكل سنه مش اقل من 60,000 طفل تعاونا مع التربيه والتعليم والانديه ومراكز شباب لمحاكاة تم لهذا البرنامج، بالإضافة طبعا إلى أولمبياد المحافظات الحدودية واهتمامنا بشكل كبير جدا للمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى مبادرة 1,000 بنت 1,000 حلم لتنمية شخصية الفتاة، وأيضا من خلال برامج رياضية زي كرة القدم. الحقيقة قدرنا أن احنا نوصل لأكبر منصة توظيف، يعني العدد والمشكلات الشبابية بعد إحصائها كبيرة، يمكن أكتر من جهة حكومية بتتفاعل، لكن إحنا بنتكامل مع القوى العاملة وبنتكامل مع مؤسسات المجتمع ومع التعليم العالي. لكن إحنا مع مايكروسوفت قدرنا إن إحنا ووزارة الاتصالات نعمل أكبر منصة توظيف اسمها منصة مصر أونلاين، وعليها الحقيقة تدفق كبير جدا، 51 ملتقى توظيف بواقع 766، استفاد منها 33.6 ألف فرصة عمل حقيقية، وبنلف فيها في المحافظات. السياحة الرياضية والفعاليات الرياضية، احنا عندنا قسمنا الموضوع الى official agenda ونون official agenda. الofficial agenda قدرنا ان احنا كل الاتحادات الدولية بقى فيها ثقة كبيرة جدا للانشاءات والمنشأ واسلوب العمل واسلوب الادارة. وصلنا لرقم تقريبا 321 بطولة عالم. مثال ايه؟ كاس الامم الافريقيه 2019، بطوله كاس العالم لكره اليد اللي العالم كله كان واقف. الحقيقه خدنا تحدي، ومنها في سنه واحده بنينا 3 صالات جديده باستثمارات 3.2 مليار مع تطوير استاد القاهره، وحققنا معادله كبيره جدا ان احنا نفتح البطوله ديت. فالجزء الاخر وهو شغلنا الشباب في القطاع الخاص ان هو يجيب الايفنتات العالميه، واحنا نكون ريجوليتور ليه. قدرنا نحصل 600 فعاليه رياضيه، 200,000 مشارك، 100 جنسيه مختلفه، محققين 3 مليون ليله سياحيه من نون اوفيشال اجندا او الاحداث. جبنا البراندات الكبيره قوي اللي بتتسابق في المنطقه زي ايرون مان واوشن مان، يعني حاجات كتيره جدا بقت موجوده، والشباب الماراثون والجري. برامج ريادة الأعمال طورناها بشكل كبير جدا. يمكن يوم الخميس للشباب احنا طورنا مفهوم المنتج داخل مراكز شباب نادي الفتاة والمرأة، والحقيقة عملنا معارض لهم علشان نديهم قدرة على التسويق، وعملنا معرض دائم في مركز شباب الجزيرة. لكن يوم الخميس هنفتح أكبر معرض وأكبر ملتقى برعاية دولة رئيس الوزراء لمنتجات مراكز الشباب.
الحقيقه وعلى السوشيال ميديا يعني متفاعلين في كبير جدا، وبنديه ببلاش للعارضين من مراكز شباب مصر والمنتجات الحرفيه. وقلنا مش علشان هديه ببلاش، ده احنا جبنا مصممين شباب وعاملين ايقونه كبيره جدا باحلى تصميم، وانا واثق هياخد جايزه عالميه وسجلناها ونبدا من يوم الخميس في عيد ساد القاهره. الحقيقه طورنا قطار رحلات شباب واصبح من الجنوب للشمال ومن الشمال للجنوب لغايه مطروح، والهدف الاساسي ولاء وانتماء، والهدف الاخر هي المشروعات القوميه. وصلنا للوادي الجديد للحقيقه كمان المناطق الحدوديه الاخرى. مسابقات ابداع يمكن احنا طورناها، وهي من ما بدات تقريبا 2015 واحنا مع الجامعات واحده من اكبر المسابقات. 6 شهور الجامعه منشغلة بهذه المسابقة، 24 نشاط محكمين على أعلى مستوى من يعني الأكاديميات المختلفة من وزارة الثقافة، واستثماراتها كبيرة، والملتقى بيكون في جامعة القاهرة بيكون حاجة كبيرة. وقلنا ده مش كفاية، هنعمل إبداع مراكز الشباب، وعملنا إبداع مراكز شباب. ومراكز الشباب الحقيقة بيخرج منها يعني طفرات كبيرة جدا أيضا. 24 عندنا المنشد اللي بيفوز كل سنة في الشرق هو خارج من هذه المسابقات، الترانيم، القصة القصيرة، الإبداع، الابتكار، كل اللي ممكن يكون يفكر فيه الشاب الحقيقة عاملينه بشكل شمولي يليق بمصر. الكيانات الشبابية، برلمان الشباب طورناه بشكل كبير جدا، عندنا كيانات مدربة على أعلى مستوى ثقافي، 60,000 شاب موجودين محاكاة مع السادة النواب، بالاضافه لبرلمان الطلائع. ما اكتفناش بهذا الموضوع، كمان رحنا للغرفه الجديده وبرلمان الشيوخ، الحقيقه مؤثر جدا جدا، وهما يعني موجودين في مراكز الشباب، موجودين في المجتمع بشكل يعني مشرف جدا. كمان المحاكاة والعلاقات اللي احنا بنعملها مع الدول المختلفة، عملنا العلاقات الدبلوماسية تنسيقا مع وزارة الخارجية، وعندنا شباب على أعلى مستوى الحقيقة في الثقافة والفنون والتقابل والمسابقات الدولية، وجوده على مستوى العالم بشكل كبير جدا. وأيضا نسقنا مع الأكاديمية الوطنية للبرامج التدريبية. فخامة الرئيس، أنا عايز أقول إن احنا شغلنا من 2014 تحديدا قدرنا نوصل ونفتح الوزارة لكل شباب مصر، وأصبح بيت شباب بثقة كبيرة جدا. كوننا 41 كيان شبابي، وكل كيان شبابي الحقيقة وراه قصص كتير جدا، والشباب هم اللي بيديروا في 27 محافظة. وصلنا 1.5 مليون، لكن 1.5 مليون كيان، عايز أقول مثلا كيان الاتحاد العام لشبان لعمال مصر، الحقيقة هذا القطاع كنا مهتمين بيه جدا. معالي الوزير، بس أستاذن حضرتك متبقي دقيقة. 7 مليون الحقيقة لهذا القطاع لوحده، غير بقية الشباب، المواهب والرياضية والشبابية. كابيتانو الحقيقة مؤثر بشكل كبير جدا، وزن لنا عملية الكرة لا تميز وتمييز في كرة القدم. وأيضا احنا وصلنا للمشروع القومي للموهبة الحركية، المشروع القومي للناشئين، وده 2028 مصر هيكون لها وقع تاني كبير جدا. الحقيقة كمان يمكن الدوري مراكز الشباب بقى فيه لاعبين خرجوا بره مصر، وجبنا أكبر راعي موجود فيه. أيضا المشروع القومي للموهبة والناشئين 2028 هيكون فيه عدد ميداليات دارسينه بشكل كبير، مع المركز الطب التجديدي والقوات المسلحة وصلنا للجينوم المصري. الجينوم المصري خدنا منه الجينوم الرياضي، وبنعمل بشكل علمي كبير جدا تحليل الكروموزومات او الجزء الجيني، في خاص بالسرعه، في خاص بالقوه، خاص بالتحمل. الحقيقه العاب القوه اللي احنا مميزين فيها اللي هي رفع الاثقال والمصارعه والملاكمه، بنعمل بنش مارك ليها وشغالين بشكل علمي جدا. احنا 2800 ده رقم ما حصلش خالص الفتره دي الحقيقه. كمان يمكن ظاهرة التجنيس هي ظاهرة موجودة ومن زمان، لكن احنا مواجهتنا لها بشكل حقيقي علمي بخطوات. احنا مع الأكاديمية ناصر العسكرية كل الأبطال دلوقتي بيروحوا يشوفوا التحديات اللي موجودة، ايه اللي بيحصل، يعني ايه الدولة المصرية، يعني ايه هو رياضي بيحمل اسم مصر. الحقيقة بنراعيها وبنعملها. يمكن في طوكيو احنا من 1912 ما حصلش هذا الريكورد، وعملنا يعني ابطالنا 6 ميداليات،
7 ميداليات في البارا اولمبيك. الارقام يعني يمكن احنا كل سنه بنخرج من 700 ل 900 بعثه بره مصر، المنافسات والمعسكرات كل بعثه من 10 الى 30 فرد. احنا كلفنا في اعداد طوكيو في برنامج لوحده علشان البطوله من 2019 الى 2020 ثم 2021 حوالي 300 مليون. دراستنا مع والدوله المصريه بتتكفل بهذا الموضوع، وزاره الشباب والرياضه، من بعد طوكيو وباريس بالدراسه مع الاتحادات الرياضيه مليار و100 مليون بنوفرهم علشان نوصل للاعب المصري، ومصر لن تنتهي، والاعداد من اللاعبين الحقيقه بشكل كبير جدا. يعني في حاجات كتير احنا نقولها في الدوله الجديده والشكل الجديد في الرياضه وفي الشباب، لكن يعني كل الشكر والتقدير. نشكرك معالي الوزير، وفي الحقيقه يعني قدر قطاع الشباب والرياضه ان هو يستغل طاقات الشباب ويكتشف مواهبهم ايضا. وفي الحقيقه يعني كل متصفح وقارئ للتاريخ هيلاقي ان اي دوله كبيره نجحها من اعتمادها على شبابها، وهو ده بدايه الطريق والحكايه، حكايه الجمهوريه الجديده اللي قررت باراده من حديد اللي هي تعتمد على شبابها عشان يكونوا فصل في بدايه حكايه وطن. بنشكر حضراتكم. وسياده الرئيس في تعقيب، انا بس هقول انا بشكركم طبعا الدكتور النيفين والدكتور اشرف على العرض بتاعكم، لكن انا عايز اقول لكم على حاجه انتم محتاجين تبذلوا فيها جهد اكتر، هو ان الجهد اللي انتوا عاملينه ده كله ما بيتمش تسويقه واظهاره وتقديمه للناس بشكل في تقدير، يعني عشان الناس مش عشان تحس بيه، لا مش عشان تستفيد بيه، لا، لان ده جهد بيأكد بيه ان احنا كل القطاعات اللي موجوده في الدوله محل اهتمام ومحل دعم عشان تحقق الاهداف لهذا القطاع. وبالتالي يعني انا هقول لك على حاجه يا دكتور اشرف، يعني كنت اتمنى انك انت تقول لي مثلا واحنا بتتكلم دلوقتي خلال، شوف انت بتتكلم يعني اتكلمتوا في حاجات كتير واتكلمتوا على الدعم اللي انتوا بتقدموه وعلى الانفاق اللي انتوا بتعملوه، لكن خلي اقول لك لما يجي النهارده شاب يتقال ان في شاب من عندنا او شابين ساب مصر وراح، لو انا النهارده كوزير للشباب او كحكومه ما اتكلمتش في الموضوع ده بجلاء وبوضوح وبشكل يعني مباشر لكل الناس، ده يعني هيقدح كتير في كل الجهد اللي انت بتتكلم عليه ده. وانا خليني اقول لك، انت اتكلمت على حجم العمل اللي اتبذل في وزاره الشباب خلال الفتره اللي فاتت، والدكتوره نيفين نفس الكلام، لكن مثلا على سبيل المثال لما اتكلمنا في بدايه الفتره الاولانيه خالص، انا كنت كلامنا كان يا جماعه الافكار بتاعه اداره المراكز الشباب والنوادي بالاسلوب اللي انتم ماشيين بيه احنا لا قبل لنا بيه، صح كده؟ وقلت لكم لازم تشوفوا صيغه ماليه اخرى يا دكتور مصطفى تتعاملوا بيها مع الموضوع عشان تقدروا العدد، احنا كنا بنتكلم في اكثر من 4000 مركز شباب كان محتاج رفع كفاءه وتاهيل. تمام. وكان اللي بدا البرنامج ده مع المهندس خالد وبدانا بيه عشان نرفع كفاءه المركز اللي انت جبت صورها، واللي احنا قلنا ان المركز دي لو ما كانتش هتقدر تغطي انفاقها هترجع مره تاني، لان الدوله مش هتقدر كل شويه تدخل تعمل تكلفه ماليه ضخمه جدا لهذا العدد لاستعاده كفاءته مره تانية، صح كده؟ مظبوط. طيب يبقى انا عايز منك دلوقتي تقول لي ايه؟ تقول للناس اللي بيسمعونا طب احنا بنرعى ابطالنا ازاي؟ تمام. حاضر. ما انا عارف، انا عارف، بس انا عايز الناس تعرف عشان الناس بتسمع الجانب اللي هو ايه، ان ابننا مشي وسابنا عشان احنا ما دعمناهوش او مش مهتمين بيه، لا. فانت هنا حتى في وده مش من، لان انا اتمنى ان كل اولادنا وبناتنا يبقوا احسن حاجه في كل حاجه، طب ما فيش كلام يعني، لكن انا بحب اقول النقطه ديت لان طبعا المواضيع دي بتبقى بتمثل نقطة مش طيبة في نسيج الجهد اللي انتوا بتبذلوه. شوف ما احنا كنا في كل، مش عارف الكلام ده مناسب ولا لا، انا مش هذكر ارقام. تمام. انا مش هذكر ارقام. تمام. لكن هقول ايه، ان احنا في كل الجوائز اللي كانت بتقدم لكل ابطالنا اللي حاصلين على بطولات ده رقم ما يعني لا يعبر عن تقديرنا ليه، هم يستحقوا اكتر من كده بكتير، لكن الرقم برضو رقم مش متواضع قوي، مش كده ولا انا؟ طبعا. واللي بعد كده، فانا بس عايز دلوقتي
عشان حصل الموضوع ده اكتر من مره ومحدش ممكن يطلع بيان من عندك من وزاره الشباب، ممكن تطلع تعليق فيه، لكن انا اتصور ان احنا في الجلسه اللي احنا موجودين فيها وكل الناس في مصر بتسمعنا، مهم قوي يعرفوا ان احنا مهتمين باولادنا وبناتنا وحرصين عليهم. صحيح. فلو حصل من حد من عندنا ما حسش بالتقدير او بحجم التقدير ما عجبوش او ما كفاهوش، يعني نقول احنا بقى اتفضل. اولا بشكر حضرتك، وده مش مبالغه، علشان حضرتك يمكن بيحصل عرض على حضرتك وحضرتك بتوجه ومش كل الناس بتعرف، لكن حضرتك بتقول انا عايز شاب والرياضي المصري احسن شاب في الدنيا، وعايز الرياضي المصري تغيير الرياضه الصحيه واهتمام حضرتك بيها. يمكن هخرج شويه، فرصه حضرتك سالتني، يعني يمكن احنا عندنا اولمبيات الشركات 35,000 وحولنا، كنا زمان واحنا بنلعب ممكن نلعب في الشركات وفي الانديه، دلوقتي لا، الشركات للشركات. وكمان بنحاول نخلي في مسابقه مدفوعه للشركات انها تعمل نص ساعه صباحيه اهتمام حضرتك بالرياضة بهذا الشكل. لكن الواقع الثاني، احنا من طوكيو حطينا برنامج، وحطينا برنامج رعاية ولادنا، والبرنامج ده ما اكتفيناش بالرقم الكبير، احنا 1,100,000,000 من 2021 لغاية 2023 بس للأبطال، ما اكتفيناش بهذا الموضوع. قطاع البنوك جبنا منه 35,000,000 جنيه لرعاية البطل، ما اكتفيناش بده، جبنا من الهيئات الأخرى وعملنا لكل بطل بروفايل، ده غير المشروع القومي للموهبة والناشئين. اللاعب المصري البطل موجود المركز الاولمبي على اعلى مستوى، وخدنا كاميرات وقلنا بياكل هنا وبيقعد هنا ودي الغرفه بتاعته، وده المكان كمان لذو القدرات الخاصه بيكون في هذا المكان، ومفيش صاله في مصر موجوده الا ثلاث واربع نجوم افضل من هناك. مش انا بقول، احنا جبنا الاتحادات الدوليه هنا، مش كلمه بنقدم اي بطوله بره، الاتحادات الدوليه بتيجي تقول مصر. ولما رؤساء اتحاداتنا واعضاء مجالس ادارتنا دلوقتي ما كانش فيه العدد قليل جدا عضو اتحاد دولي، دلوقتي معظم نواب الاتحاد الدولي الحمد لله قوتنا الناعمه رجعت علشان جم وشافوا مصر. انا عايز اقول حاجه، واحنا مزنوقين وفاضل فتره صغيره على بطوله العالم لكره اليد، اول ما جم اللجنه قالت انتم مش هتلحقوا، وعملت حاجه اسمها نيجاتيف ريبورت. الحقيقه مع الهيئه الهندسيه حطينا السنه، وبعد الجزء الثالث اللي موجودين من جنسيه معينه قالوا خلاص تعالوا خدوا المطار بتاعنا، احنا مش مصدقين اللي انتوا عملتوه ده وان كنتوا تفتحوا هذا المكان. الحقيقه دي كانت شهاده كبيره جدا ان احنا ننجز عملنا بهذا الشكل، لكن هي ثقافه البطل ان هو هيتمرن في مكان عامل ازاي، الرعايه بتاعته ازاي. عشان كده لما اشتغلنا بموضوع ساينتفكلي جدا، وحضرتك قلت دوله العلم والعمل ودوله الحلم والامل، الحقيقه في لجنه علميه الناحيه دي، كل الشباب اللي جم من الخارج في الرياضه، وهنا وحده سادات ثينك تانك، جبنا كبار الخبراء نفكر، مش عايزينكم تنفذوا، وبدانا تنفيذ بشكل علمي جدا في كل حاجه، وما سبناش حاجه الا ما عملناها. الشاب المصري او الرياضي المصري يا فندم، طب هو ايه اللي موجود؟ عنده مدرب شخصي للابطال اللي بيدخلوا، عنده مدرب تغذيه خاصه او اخصائي تغذيه، عنده الاخصائي النفسي اللي خاص بيه، كمان احنا مع الجامعات احنا موقعين بياخد 0% فيز ان هو في الجامعه، معظم الابطالنا اللي في رفع الاثقال مخلصين جامعات خاصه ومفيش اي فلوس. حتى اولادنا، انا عايز اقول لك حاجه، احنا لعبنا بطوله العالم في السله، احنا جايبين 2 امريكان من بره جنسناهم تجنيس عكسي، ومعالي وزير الداخليه يمكن يعني بالقانون ساعدنا في هذا الموضوع ان هم جم مصريين وجبناهم عايزين يجوا مصر. لاعب المصارعه محمد مصطفى هو عايش ولاده في امريكا وبيلعب بشكل عكسي في مصر، وغيرهم كتير جدا في الجمباز، بنت عندها 13 سنه امريكيه قالت امريكيه مصريه، قالت لا انا عايزه العب لمصر. احنا برضو عندنا الجانب الايجابي، فكل بطل عنده دايره اللي هي زي اللي بيحصل بره، ايه احنا عندنا احسن بره. كمان في حاجه اسمها السنتر اوف اكسلنس او الهاي بيرفورمانس، احنا حققنا ده، المراكز المتقدمه جدا اللي موجوده بقت موجوده في كل مكان، وبنتعب جدا، وبالتالي النسبه الصغيره اللي موجوده دي نسبه انسانيه موجوده. بس يمكن احنا كمان عندنا الشباب وحائط الصد للشباب بيرد على ده وبنرد على هذا الموضوع. الحاجه الصغيره اللي كده يعني ناس ثانيه بتاخد وبتعمل فيديوهات وبنتابعها وبتكبر الموضوع بشكل عكسي، وبتحصل وبنرد على السوشيال ميديا وبنطلع نرد على هذا الموضوع. انا لاعب لعبه فرديه يا فندم، احنا دلوقتي ما فيش حاجه اسمها لعبه شهيده زي زمان، كل الالعاب اللي موجوده ابطال ومعروفين، ولم يكرر بطل رياضي زي عدد التكريمات اللي قابلناها عند فخامه الرئيس وكرمه بانواط
مباشره جدا يعني. واحنا يمكن بجهاز مشروع وبطلب يعني كما عودتنا حضرتك على كرمك احنا نعمل يوم الرياضي المصري ويوم الرياضيين، هنجمع كل ابطال العالم الارقام غير الطبيعيه اللي عندنا، وولادك هي 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 يعني حضرتك ان شاء الله يعني يكون في كلمه محاك مع تكريمهم وان شاء الله حضرتك توافق عليها، وهتشوف حضرتك شكل وانماط. احنا يا فندم كره السله وكره الطائره والالعاب حتى الجماعيه احنا ما فيش سن ما تاهلش لكاس العالم وبطولات العالم الفتره اللي فاتت ديت، وكل يوم في الاعلام هي حاجه دي مش مستخبيه، كل يوم البطل الفلاني خد الميداليه الفلانيه، البطل الفلاني. هو ده يعني بيكلفني كتير شويه علشان بدي التكريم، وزودنا التكريم اللي موجود للاعبين اللي موجود، فاصبح اللاعب احنا بندعم دعم اداري عادل للاتحادات، وبرنامج باريس ليه فلوس تانية اللي هي الرقم احنا دفعنا لغايه دلوقتي الدفعه الخامسه 600 مليون جنيه، وداخلين على الدفعه السادسه عشان هكمل، غير السفر نفسه وتكاليفه كمان. اللاعبين دول عشان يؤهل لازم يسافر ولازم يلعب البطولات بتاعته والدفعات، ما فيش بعثه ما طلبتش وما سافرتش في التوقيت وقبل التوقيت بتاعها، اللاعبين اللي موجودين كلهم في كل مكان، المعسكرات اللي موجوده، وبالتالي حجم الدعم وحجم العمل للاعب بشكل علمي بشكل بقى موجود، ده غير المشروعات القوميه، المشروع القومي للموهبه والناشئين. اللاعب اول ما بيدخل بنديله راتب من 800 ل 1500 في كام؟ حوالي 2000 لاعب موجود لغايه عاملينه لست سنوات لغايه لما بطل خرج منه فكري من ده مشروع خمس سنين بس، بطل عالم، بطل عالم برونزيه من المشروع دوت في المصارعه، خرج 2 في رفع الاثقال، ابطال عالم، ابطال عالم ده حاجه كبيره جدا، غير ان احنا افريقيا فالناس خدت الميثودولوجي اللي احنا عاملينها والطريقه دي بتطبقها في دول مجاوره، وانا عارف مين اللي بينافس ورايح لفين في دول الجوار او دول العالم. لكن انا برجع تاني يا فندم، الظاهره ديت موجوده، الظاهره ديت كانت اكتر من كده بكتير، الظاهره بنتعامل معها بمنتهى المنطقيه وبنعمل تحقيقاتنا وبنشوف السبب ايه وبنراعي السبب ده، لكن التاهيل او الرعايه العلميه او المدارس او الجامعات، الحافز الرياضي تنسيقا مع التعليم العالي ومع التربيه والتعليم بشكل يعني سريع جدا موجود. كمان الجامعه لو عنده امتحان بيؤجل، اللاعب لو عنده امتحان بيؤجل. طب ما عندنا يا فندم لاعبين موجودين عايشين في امريكا وعايشين في دول تانية وبيجي على البطولات، ما قالش انا هقعد وهتجنس. اذا العدد اللي موجود عدد اقل. يا اشرف اتفضل يا فندم. انا مش بقول لك عشان تدافع. لا انا بقول بوسط. استنى بس، انا بقول لك عشان تقول ايه، تقول ايه، تقول ايه، انا هقول لكم على حجم الانفاق لمستويات البطولات المختلفة. تمام. يعني الأبطال اللي حاصلين على بطولة محلية بنقدم له ده، اللي بطولة دولية قارية بنقدم له ده، بنقدم له قبل وبنقدم له أثناء وبنقدم له بعد. لو رقم حاضر قول الرقم، مش لحد بعينه، مش لحد. انت قلت 1.8 مليار وقلت 600 مليون وقلت كلام كتير كويس، علاوة على طبعا الدعم اللي بتقدمه كتير من الشركات وكلام من هذا القبيل. لا انا بتكلم على وزارة الشباب، بتكلم عليك انت شخصيا. وبالمناسبة اشرف وانا بقولها، ولو انت محتاج دعم في هذا المجال احنا ما عندناش مشكلة، ما عندناش مشكلة. ليه بقول كده، ليه بقول كده، اصل ما يصحش ان يتقال ان حد من عندنا مشي عشان احنا مش قادرين، مش قادرين كويس، او ما راعيناهوش، او وقع مننا غصب عننا. طب هقول كلمه صعبه شويه، طب هو عشمان شويه، مش هقول طماع، هو العشمان شويه، اعمل ايه؟ هسيبه يعني؟ لا معاك. طب انت شايف الناس بتعمل ايه في حاضر في كل حته، ف يعني لو الارقام عندك انا بس عشان اقولها لمين؟ مش ليا اشرف، انا بقولها للناس اللي معانا هنا والناس اللي بتسمعنا في مصر عشان تعرف ان الدولة مش يعني العملية مش ماشية كده، ده في نظام وفي ارقام وفي ميزانيات محطوطة تعالج ده وتنفق عليه. وبالمناسبة ما حدش بينفق زي ما دايما بقول الكلمة ديت، منين يا دكتور؟ من جبنا، احنا بننفق من جيب مصر، لكن نقول للناس بس عشان الناس تبقى عارفة ان البطل ده انفقوا علينا سواء كان بشكل مباشر او شكل غير مباشر. تحب تقول؟ اه يا فندم، احنا مثلا هناخد الحد الاقصى، الحد الاقصى والحلم بتاعنا الاولمبي كان لاعب لما بيجيب ميداليه اولمبيه مليون جنيه، خليناها 1.5 مليون، خليناها 2 مليون جنيه.
وبياخد معاش مدى الحياة، يعني اللاعب خلص فبياخد معاش بتاعه مدى الحياة. بننزل تحت شوية بطولات العالم، يعني احنا عاملين لها برضو منهج، يعني لا يقل اللاعب على حسب التدرج بتاعه يعني لما بيكسب 500,000 جنيه، وده في اعداد احنا اعدادنا مش قليلة يعني بتساوي ارقام كتير، والبطولات الافريقية يعني من 200,000 ل 300,000 جنيه. دي لائحة على طول بيخلص اللاعب الحقيقة بيبقى المكافآت بتاعته. بعض الالعاب بيبقى عندها يعني ده كله متسلسل، فاللاعب الواحد ناتج المكافآت ديت بتبقى رقم مش قليل، رقم كبير جدا، واحنا بنوفره وبنديه للاعبين، وده في المتوسط العام للالعاب الفرديه يعني كويس ومتوسطه كويس جدا. الالعاب الجماعيه ليها شان خاص، يعني بصفه خاصه احنا فاصلين كره القدم ليها نظام احترافي مختلف، ده الواقع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. فعلا يعني عايز دعم ولا مش عايز؟ عايز دعم. انا اقول لا مش كده. ناخد دعم. طب انا هقول لك على حاجه عشان برضو فكر وادرس لنا في انك انت مستويات معينه نخلي المكافاه بتاعتها دكتور مصطفى اكبر من كده نضعف. يا ريت يا فندم. بس قول لي الرقم هيبقى كام؟ يعني الدكتور مصطفى قعدته معانا هنا بغرامه كبيره يعني. لكن احنا ما نسيبش ابدا ابدا ولدنا. طبعا ما يصحش. حاضر. شكرا جزيلا. شكرا فندم. متشكرين. بنشكر حضرتك سياده الرئيس. شكرا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشكر موصول للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. شكرا.